بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي العظيم. والنهارده هيكون مباراه مهمه وصعبه جدا جدا للغايه، مباراه قمه بين نادي الاهلي صاحب المركز الاول ونادي غزل المحله صاحب المركز الثاني. هنتكلم عن المباراه كتير من جميع الجوانب الفنيه والتنظيميه والجماهيريه وكل اللي حاصل وكل اللي حصل كل اللي هيحصل. لكن قبل ما نروح لازم نتكلم على أكتر من نقطة، أهمها وأولها لازم نهني ونشيد بما فعله المغرب في كأس العالم، وصوله عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور في تاريخ كأس العالم، ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون والسنغال وغانا. ده زي ما بقول لحضراتكم جه عن جدارة واستحقاق، مش مجرد كلام، لا، المغرب فعلاً قدمت مستويات غير مسبوقة، قدمت مستويات تاريخية، قدمت أداء في الدورة كلها، أداء متوازن هجومياً ودفاعياً. يستحقوا عليه الصعود؟ آه يستحقوا عليه الصعود. يستحقوا اللعب مع الكبار في دور الثمانية؟ يستحقوا عن جدارة واستحقاق. كل واحد اجتهد، كل واحد بذل كل اللي عنده من أجل مصلحة واحدة بس، من أجل مصلحة واحدة بس، مصلحة منتخب بلده، مصلحة منتخب بلده، وحط عليها دي أو تحتها ألف خط عشان هنرجع لها تاني كمان شوية. منتخب المغرب شفنا قد إيه فرحة الناس كلها، فرحة الوطن العربي كله، مش جمهور المغرب بس، كلنا فرحانين بهذا الإنجاز. زي ما أنا بالنسبة لي واحد من ضمن المصريين اللي كانوا فرحانين بالإنجاز العظيم اللي عملته المغرب، كأن مصر هي اللي بتلعب. كل العرب كانوا كده، كل العرب كانوا روح واحدة، كل العرب كان قلبهم على قلب رجل واحد مع فرقة المغرب في الملعب. حتى الناس اللي في الشوارع من المحيط للخليج شفنا فرحه غريبه جدا ولكن متوقعه من الشعب العربي. لكن احنا عندنا امل في المزيد، منتظرين من فرقه المغرب المزيد، لان هم فعلا يمتلكوا الحاجات دي، هم فعلا يقدروا ان شاء الله يتخطوا فريق البرتغال الصعب. فريق البرتغال فريق صعب جدا جدا جدا، بيضم لعيبه على اعلى مستوى، فريق مصنف من ضمن الاربعه اللي ممكن يوصلوا للسيمي فاينل، ولكن احنا واثقين جدا 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 في فرقه المغرب ورجاله فرقه المغرب في الملعب. المستوى بينهم مش بعيد قوي، زي ما شفنا كده في كاس العالم المستويات معظمها متقاربه. بالعكس في بعض اللعيبه وبعض المراكز المميزه في المغرب مش موجود منها في البرتغال. هتقول لي بس فرقه البرتغال يعني الفوارق كبيره وبينها والمغرب، لا الفوارق مش كبيره قوي. اه عندهم خمس ست لعيبه تقال من نوع من احسن لعيبه في العالم، ولكن المغرب تقدر ان شاء الله تعدي دول الاربعه. المغرب حطت هدف قدامها قبل ما تلعب كاس العالم، وساعت له من بدري، لان كله بيشتغل عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان خاطر البلد. صدرت مجموعتها، وده حدث تاريخي للانديه العربيه، للفرق العربيه، المنتخبات العربيه، وكمان زادت من الانجازات بالصعود لدور الثمانيه، وإن شاء الله عندها الزيادة، وأنا متفائل خير. يعني اللي عملته المغرب لحد دلوقتي إنجاز تاريخي، إنجاز تاريخي على مستوى العرب. إن شاء الله متوقع إنها توصل لدور الأربعة، ليه لأ؟ ده مدرب اشتغل على نفسه كويس، لعيبة اشتغلت على نفسها كويس، المنظومة كلها حطت قدامها مصلحة بلدها ومصلحة المنتخب بس، عكس اللي بيحصل في بلاد تانية، عكس اللي بيحصل في بلاد تانية. وانتوا عارفين انا قصدي ايه، البعض بيرفع مصلحته بس او مصلحة ناديه، ولكن هي في الاخر مصلحة خاصة، يعني مش مصلحة البلد، مش مصلحة عامة. يعني احنا لو نفتكر كده بعض يعني ما كانش نفسي اتكلم فيها، ولكن ايه يعني في المنتخبات مثلا، في المنتخبات عندنا كانوا يخرجوا لعيبة من معسكر المنتخب عشان يروحوا يلعبوا ماتش دور تمهيدي في ناديهم، ويقول لك الكره المصريه واحنا بندير كذا وعشان نبص لقدام وعشان المنتخبات تعلى وعشان، هو ده كلام اصلا؟ فتره كانت فتره توقف دولي، يعني المنتخب ليه الحق في الاحتفاظ باللعيب، لكن اللي بيحصل عندنا لا لا لا، عكس الواقع وعكس مصلحه المنتخب وعكس مصلحه البلد. نهايه المطاف، مش عيب نتعلم من الاخطاء دي، مش عيب نتعلم من الغير، مش عيب نتعلم من المغرب، لانهم بيمروا بنفس ظروفنا، ظروف مناخيه، ظروف ماديه، لكن التفكير مختلف.
تفكير مختلف، لان في ناس حاطه مصلحه منتخبها وبلدها قدام اي شيء. في رئيس اتحاد بيفكر لمصلحه الكره المغربيه بلده. في مسؤولين عندنا بقى في اتحاد الكره والاتحاد الافريقي والفيفا كل اللي يهمهم مصلحتهم فقط، مجامله بعض الانديه فقط، ده الاساس وده النظام عندهم. ولو مش في الصوره خلاص يبقى مش هيساعد. ده اللي موجود عندنا ولازم نصارح بيه نفسنا. لازم نركز في حاجه واحده، المسؤولين عندنا عن المنظومه الرياضيه اللي ماسكين مناصب كبيره مسؤوله عن الرياضه في البلد، ركز في منتخبنا، منتخباتنا كلها عموما يعني. ركز في مصلحه البلد. ركز في مصلحه البلد. لان كل الانديه دي بتشتغل لمصلحه المنتخب. مصلحه المنتخب يعني مصلحه البلد. يبقى ما تجيش انت كمسؤول ومشرف على المنتخب تفضل مصلحه ناديك اللي بتنتمي ليه على حساب المنتخب. ويا ريت نتعلم. نروح تاني لموضوع مهم جدا 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 جدا. من الماتش اللي فات بدأت الحملة على الحكام. من الماتش اللي فات ماتش الأهلي وطلائع الجيش حملة شرسة جدا 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 من إحدى القنوات اللي بتنتمي لأحد الأندية. كل المذيعين هناك إيه؟ حافظين حاجة واحدة بس، هو سكريبت الظهر وإيه متاخد للكل أو نازل للكل، متلقنين نفس الكلام يعني تلقين نفس الكلام كله بيقوله. ليه بقى؟ أقول لحضراتكم ليه؟ إحنا إيه داخلين في الأسبوع الخامس أو خمس مباريات، الاحتواء اتأخر شوية، الاحتواء لسه ما ظهرش قوي غير في موقفين ثلاثة بس، ده مش عاجبهم. لأن الاحتواء عندهم إن هم ياخدوا الاحتواء لنفسهم، حلو؟ إنما مفيش حد تاني مش من حقه أبدا الاحتواء، لا ده أنا عايز كمان تظلم اللي قدامي، تظلم الخصم بتاعي، تظلم المنافس اللي هو النادي الأهلي. لا، هو أنت هتحتويني بس؟ لا طبعا، أنا مش عايز الاحتواء ده بس، أنا عايز كمان إنك تظلم النادي الأهلي. ما هو ده اللي حصل، وأنا يعني مش هقدر أقول إن ده ما حصلش، لا ده حصل. ده حصل الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. الموسم اللي فات ظهر من بداية الموسم. وبعدين ابتدى بقى واحدة 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 يزيد لحد كمان، حتى لو حضراتكم فاكرين في الأسبوع الرابع ماتش 5-3. فاكرين أنت المباراة الاحتواء دي؟ اللي النتيجة وقفت عندها 5-3؟ اللي قال لك إيه؟ إحنا كسبنا الشوط الثاني. النادي الاهلي كسب الشوط الاول واحنا كسبنا الشوط الثاني. طبعا حضراتكم فاكرين الكلام ده، الحاجات دي ما تتنسيش. حكم نفسه كابتن محمد عادل طلع وقال ايه؟ انه بيحتوي لعيبه المنافس، عشان النتيجه كانت تقيله الشوط الاولاني، فهو بيحتوي لعيبه المنافس. قال لك ايه بعد الماتش اللي فات؟ والغريبه ان فيه بعض خبراء التحكيم، ولكن ربنا يعني اثبت خيبه امالهم وفشلهم. بيتكلموا عن ركلة جزاء النادي الأهلي اللي اتحسبت في ماتش طلائع الجيش، اللي هي أصلا 3-1، يعني هي 3 ضربات جزاء في لعبة ميكس، يعني 3 مخالفات على حارس المرمى، وكل الناس على علم ويقين إنها ركلة جزاء بدون تردد. المهم اللي حصل في الماتش نفسه، اللي على الفار كان زعلان، مش فرحان، كان زعلان إن الكرة اتحسبت، فراح جايب الكابتن محمد عادل عشان يبص عليها. حتى الكابتن عادل محمد عادل بمجرد ما بص ثانيتين ثلاثة، مش ممكن ده من أول لقطة بينالتي، الراجل ما ترددش بينالتي حقيقية. هقول لحضراتكم اللي حصل بعد كده. المهم طلع مذيع من يومين بيقول لك إيه؟ ما ينفعش كده، أصل ده مش عادل، وعايزين الدوري من أولها يروح لحتة تانية. إحنا اللي عايزين الدوري يروح لحتة تانية؟ مين اللي عايز الدوري يروح لحتة تانية؟ مين؟ يا راجل ده لو في توجه فعلا زي ما انتوا بتقولوا كان حصل، ده التوجه فعلا هو اللي حصل اخر موسمين. نقولها بقى، التوجه كان اخر موسمين، وشوف الاخطاء اللي حصلت، شوف الحاجات اللي حصلت لك، وشوف الاخطاء اللي حصلت معايا كنادي اهلي. صحيح فعلا اللي اختشوا ماتوا. وبعدين طلع مذيع تاني يقول لك ايه عشان كلاتنبرج، بيتكلم بقى هو على كلاتنبرج اللي هو المسؤول دلوقتي عن الحكام، لان كلاتنبرج طلع سكت الجميع اللي بيتكلموا بالعكس. قال لك ايه؟ بينالتي حقيقيه. البينالتي دي من قبلها فيها خطا، وكمان في خطا تاني في نفس اللعبه يستحق عنهم ضربه جزاء.
او ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. قال لك ايه؟ اصل ده بياخد دولارات وبياكل عيش، لا بيحلل ولا حاجه، ده قاعد بس كده وبيحلل حسب الشعبيه. ده عشان كلاتنبرج قال انها فعلا ركله جزاء صحيحه. طب الراجل اعترف بالحقيقه. الراجل اعترف بالحقيقه. وانت كمان بتعترف بحقيقه اكبر. ان انا شعبيتي كبيره، ان انا كنادي اهلي شعبيتي كبيره وفي حته تانيه خالص ومفيش مقارنه بيني وبينك ابدا. ده قال لك كلاتنبرج عنده توجه. يعني كلاتنبرج اللي جاي علشان يحسن المنظومة التحكيم عنده توجه، تخيل. وقال لك الحكام عندهم توجه. دي اتهامات صريحة للحكام. دي اتهامات صريحة للحكام، علني. علني. قال لك الحكام عندهم توجه من البداية. اتهامات صريحة، لا سمعنا لجنة قيم. لا سمعنا لجنة حكام. لا سمعنا حد من اتحاد الكرة اتكلم. ولا انتوا حضراتكم مش فاضيين؟ الهجوم على الحكام علني اهو. كل ده عشان ايه؟ عشان انت عايز حاجة مش من حقك. ده انت اتعودت اصل السنتين اللي فاتوا على كده. اتعودت السنتين اللي فاتوا على كده. ده مش المنطق. ده استثناء حصل السنتين اللي فاتوا. والتوجه كان معروف. وكان متشاف من الناس كلها. وتشاف ان الاخطاء كلها في مصلحتك، في مصلحة ناديك وضد النادي الاهلي. لا ده مذيع طلع بيهدد اتحاد الكرة علني، قال لو وائل فرحان اللي زعل عشان ضربة الجزاء وركلة الجزاء اتحسبت، قال لو اتوقف انا هطلع اللي عندي، هطلع مكالمات وهطلع اتصالات ومش هسكت. لا احنا بقى بصراحة مش عايزينك تسكت. انت زميل عزيز وكنت في يوم من الايام يعني زميل ليا في المنتخب، لكن يا كابتن مش عايزينك تسكت. طلع اللي عندك. طلع اللي عندك. طلع اللي عندك كله. وعشان الاحتواء اتأخر شوية اليومين دول أو من بداية الموسم اتأخر شوية بس، أنت بتهدد؟ عشان الاحتواء خفيف السنة دي مش زي كل سنة؟ مش زي السنة اللي فاتت؟ مش زي السنة اللي قبلها؟ مش سامع يعني برضو زميل العزيز كابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؟ الاتهامات اللي اتوجهت لكلاتنبرج، انا كنت اتمنى يا كابتن حازم انك تطلع انت او اي مسؤول في اتحاد الكرة ترد. كنت اتمنى ان حد فيكم يرد. ولا ممكن يكون الكلام عاجبكم؟ وهل المذيع ده فعلا عنده مكالمات واتصالات بيهدد بيها؟ ولا هي السيديهات في شنك كالعاده زي صاحب السيديهات؟ عرفونا. سكوتكوا على التجاوزات دي مش منطقي. يا لجنة الحكام لو عايزين ترضوا الناس دي ارجعوا للاحتواء لحسن فعلا المذيع ينفذ تهديده. وهتروحوا ساعتها بقى في 60 معرفش، الحقوا نفسكم. الموضوع ده متقيل قوي قوي. يعني يا تاخد حق غيرك يا تهاجم الناس. هو ده الموضوع. يا تاخد حق غيرك، مش تاخد اكتر من حقك، لا، ان غيرك ما ياخدش حقه كمان يتظلم. وبعدين قال لك كمان ايه ده في الاخر خالص؟ ازمه ضمير يا راجل. بعد اللي حصل في النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها وانت جاي تقول دلوقتي انها ازمه ضمير؟ طب خلاص ادي اتهامات يا لجنه الحكام، يا اتحاد الكوره للحكام انها في ازمه في الضمير. ولا حد اتكلم، ما سمعناش حاجه خالص. ده موضوع. موضوع تاني بقى بصراحه حصل من 3 أيام، هما موضوعين، موضوعين في موضوع. أنا بصراحة مش فاهمه. يعني إيه ناس عملت شغب كسرت كراسي أطلع أقول أصل التكسير من الحماس في التشجيع؟ فكروني بالنجم الراحل يحيى شاهين لما طلع في الثلاثية ده بتاع نجيب محفوظ وقال لك ايه؟ دي بيقول له بضاعه اتشالت من اللي راحت لاحد يعني الاحباب يعني من محلات، فقال له اكتبها ايه؟ قال له اكتبها بضاعه اتلفها الهوى. اهو بالظبط كده. كراسي اتلفها الهوى. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ يعني مسؤولين الرابطه مقتنعين بده؟ هل
النائب احمد دياب مقتنع؟ هل الكابتن عماد متعب مقتنع؟ هل الكابتن عامر حسين مقتنع؟ لا طبعا. انا بقول لك الرد مش ممكن، استحاله. طب ليه بتاخد قرار غلط؟ ايوه غلط، لان الكراسي دي مال عام. ماشي، اتدفع التعويض، اتدفع التعويض، مش فاهم اتدفع ازاي بس اتدفع، دفع التعويض حضرتك. طيب دي خلصت، فين العقوبه الاداريه؟ ولا حضرتك ناسي؟ ولو كنت ناسي افكرك، اللائحه بتاعتك بتقول ايه؟ اول بند عدم الوقوف على المقاعد. نقف بس هنا بقى، حلو قوي. من كتر الحماس والشغف اللي اتقال ان هو كسر الكراسي، وانا قاعد على الكرسي كده كمشجع، كمشجع وانا قاعد على الكرسي، حتى لو قعدت ادبدب واخبط هخلع الكرسي؟ يعني انتوا لو يعني لو بتخاطبوا الناس خاطبوهم على قد عقولهم، خاطبوهم على قد عقولهم. ايه الكلام الفارغ ده؟ يقول لك من كتر الحماس، من فرط الحماس، ولا من الحماس والشغف؟ شغف ايه وحماس ايه؟ انا عايز افهم. انا قاعد على الكرسي بشجع كمتفرج، اكسر الكرسي؟ ده الكرسي ده عشان يتخلع حضراتكم لازم واحد يقوم ويشده ويكسره ويشيله من المدرج. عارفين يعني ايه؟ يعني شغب، يعني شغب. يقول لك اصل المراقب ما كتبش حاجه. يا راجل، ده انتوا رجعتوا للكاميرات في ماتش من ماتشات الاهلي وقلتوا ايه؟ ده في 898 واحد غلطوا وعملوا شغب واتكلموا وقالوا كلام مش كويس. 898؟ يا سلام، 898 وتوقفوا 898، والكراسي اللي اتكسرت قال لك اتدفعت خلاص، دي العقوبه اتدفعت واتكسرت لان كان الحماس زايد عن الحد. حماس زايد عن الحد؟ انتوا بتخاطبوا مين؟ انا عايز اعرف انتوا بتخاطبوا مين؟ يقول لك اصل المراقب ما كتبش. المراقب؟ المراقب اللي ما كتبش؟ ده انتوا عندكم كاميرات، ده الكاميرات، ده الصور ماليه الدنيا والكاميرات موجوده. انتوا جالكوا اوامر؟ انا عايز اعرف يعني في ايه، ايه اللي بيحصل ده؟ بداتوها بدري قوي. ده المراقب نفسه عايز مراقب في وقائع زي دي. لا اقول لك انا، مراقب الماتش عايز مراقب. ازاي وقعه زي دي ما اتسجلتش؟ انا عايز اعرف. سيبك من المراقب، سيبك من المراقب. هو المراقب قبل كده في ماتش من ماتشات الاهلي جاب لك اسم 898 واحد؟ جاب؟ ولا انت رجعت للكاميرات وقلت دول 898 واحد بالظبط عشان ما اظلمش حد، بس عشان ما اظلمش حد من جمهور الاهلي، هم 898 واحد بس وممنوعين ان هم يخشوا، والكراسي اللي اتكسرت بضاعه اتلفها الهواء؟ لا، في حاجات ما يتسكتش عليها، في حاجات ما يتسكتش عليها. المنظومه كلها عايزه تتطور، المنظومه عايزه تعرف يعني ايه شغل، يعني ايه مصلحة البلد، مش مصلحة نادي على حساب نادي. دي المنظومة الصح اللي بتشتغل عشان خاطر بلدها، مش منظومة رابطة الصلح خير. يا جماعة ايه ده؟ ده الموقف التاني بقى. خلينا بس قبل ما نروح الماتش نتكلم بقى على الموقف التاني، معلش، ما انا برضو في حاجة كده واقفة هنا عايز اتكلم عليها. نادي الاهلي هيلعب المحلة، غزل المحلة. على فكرة أنا من مواليد المحلة، والدي كان بيلعب في المحلة، خالي كان بيلعب في المحلة، وكان في يوم من الأيام مدرب غزل المحلة، وبلدي لأني مولود فيها، فيعني كمية الحب يعني ما حدش يتكلم عليها، ما حدش يتكلم عليها. تعال بقى على العلاقة بين النادي الأهلي ونادي المحلة، علاقة فوق الوصف، فوق الخيال. نادي المحلة من الأندية الكبيرة، من الانديه الكبيره قوي 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 قوي، من الرموز الكبيره اللي في مصر اللي احنا بنعتز بيها، نعتز بيها جدا كمان. نادي المحله نادي كبير، نادي عظيم، نادي غني بابنائه، نادي غني بابنائه في جميع المواقع، وعندهم كوادر في كل حاجه بما فيهم الكوادر الاداريه. مش هتيجي سعادتك من بره علشان تروح لهم عشان عندهم مشكلة داخلية
عشان بتقول انا بساعد الانديه. ساعد الانديه؟ ساعد الانديه ايه يعني؟ بساعد الانديه ايه؟ ما احنا ماشي ساعد الانديه كلها بدون استثناء. انا موافق. هل رحت حضرتك قبل كده في مشاكل لجميع الانديه اللي بتعاني من مشاكل؟ ده انا لو مسؤول وفي ماتش جاي بين ناديين لو اتدخلت في صالح حد فيهم هتتاخد عليا؟ لا، اتنحى جانبا لان انا مسؤول. ماشي، ساعد براحتك، ساعد، بس في الموقف ده لا تتنحى جانبا، لان نادي المحله اكبر من رابطه، ونادي المحله اكبر من رئيس الرابطه، ونادي المحله اكبر من اتحاد الكوره، ونادي المحله عنده الكفاءات الاداريه اللي تقدر تخليه يحل اي مشاكل داخليه بينه وبين اي حد اسرع من اي حد. ده نادي المحله، وانا عارف اللي موجود جوه نادي المحله. فالمبرر اللي اتقال لا، لا بقول لكم لا، لان انا من جوايا حاسس ان في حاجه بتحصل، من جوايا حاسس ان في حاجه بتحصل، تمهيد لحاجه هتحصل، وربنا يستر النهارده. تمهيد لحاجه بتحصل وحاجه هتحصل. كنت عايز اتعصب بس يلا الحمد لله. انا كنت عايز اطلع اللي جوايا لان انا مش مقتنع بحاجات كتير جدا 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 بتحصل هنا، وانا مش عارف هو دور الرابطه ايه، دور رابطه الصلح خير ده ايه. انا عايز اعرف هي ليه مره واحده كده السنه اللي فاتت طلعت لنا مره واحده؟ علشان تطوير الكره المصريه فين؟ هو اتحاد الكره اعرج ولا هما بيشتغلوا مع بعض؟ انا عايز افهم بس ايه المفهوم وايه المعايير، ايه المعايير اللي انت بتجيب ناس تنظم او تبقى مسؤوله عن الرياضه في البلد او تبقى مسؤوله عن الكره في مصر؟ ايه المعايير بتاعتنا؟ انا عايز اعرف ايه المعايير. مفيش معايير. افكركم بحاجه تانية برضو اتكلمنا عليها كتير ومفيش حاجه حصلت ولا هتحصل، انا عارف انها مش هتحصل هنا، مش هتحصل. موضوع وليد العطار لما خبى الجواب بتاع الاتحاد الافريقي ومرضاش يوديه للنادي الاهلي، حصل فيه حاجه لحد دلوقتي ولا حصل حاجه؟ الراجل لسه قاعد مكانه ويمكن بيترقى كمان. طيب اللجنه اللي شكلها الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وقالت ان اتحاد الكره اخطا، طب بعد ما اخطا ايه؟ فين الحساب؟ حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه ولا هيحصل حاجه، ولا هيحصل حاجه. مش هنسكت، وفي نفس الوقت انا مش عايز غير حقي. انا كنادي اهلي اديني حقي بس يا عم، احتوي اللي انت عايزه، احتوي اللي انت عايزه بس اديني حقي. لو اديتني حقي مش هتكلم. اخر كلمه قبل ما اروح للماتش ليه اخواتي اللعيبه او ابنائي اللعيبه، لان في منهم قد ولادي، في ولاد اكبر كمان، شايفين اللي بيحصل في النادي الاهلي. فكر شويه، الكره في ملعبك، الكره في ملعبك جوه الملعب، الكره في ايدك، انت تخرز كل الالسنه دي، تسكت كل الناس دي. بص اللي بيحصل فيكوا في النادي الاهلي، ترضى ان اللي حصل السنه اللي فاتت يحصل فيك مره تانية؟ ترضى اللي حصل فيك السنه اللي فاتت انت وناديك يحصل مره تانية؟ لعيب النادي الاهلي الملعب قدامك، اخرس كل الالسنه. نروح بقى لماتش النهارده بين نادي الاهلي وغزل المحل. بس قبل ما نتكلم في المباراه تعالوا نطمن على اخر الاجواء في فندق الاقامه من زميلنا في قناه النادي الاهلي محمد توفيق، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحت حضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي، مباراه النادي الاهلي وغزل المحله في اطار مباراه الجوله السادسه من الدوري المصري الممتاز. يمكن مباراه قويه جدا ما بين النادي الاهلي متصدر الترتيب برصيد 12 نقطه ووصيفه فريق غزل المحله برصيد 10 نقاط. كل الاجواء هنا اكثر من رائعه. يمكن النادي الاهلي ولاول مره يعني بيعمل معسكر المباراه اللي هتكون في المحله باذن الله هنا في محافظه كفر الشيخ. استقبال اكثر من رائع من كل جماهير كفر
الشيخ اللي بالطبع اكيد حضرتك عارف يا كابتن ايمن انها محافظه اهلاويه بشكل تام. يمكن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المباراه المهمه، يمكن كان في تدريب اخير بالامس في تمام الواحده ظهرا، كان تدريب قوي جدا سبقه بالطبع محاضره بالفيديو اجراها المدير الفني للفريق مارسيل كولر، كان اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهم الجوانب الفنيه والخططيه خلال الفتره الماضيه وكمان مباراه اليوم، تبعها على طول المران الاخير وكان مران قوي جدا، بدا ببعض التدريبات البدنيه ومن بعدها تدريبات الكوره والجوانب الخططيه والفنيه. من بعدها على طول اعلن الجهاز الفني قائمه من 21 لاعب توجهت في تمام الثالثه عصرا الى هنا الى محافظه كفر الشيخ، يمكن الفريق وصل في تمام الخامسه والنصف ومن بعدها يمكن الفريق خلد للراحه وتناول وجبه العشاء ومن بعدها جميع اللاعبين التزموا غرفهم واستعدادا للمباراه المهمه. يمكن الفريق كمان النهارده يومه بدا بدري جدا، كان الفطار في تمام التاسعه والنصف ومن بعدها طبعا زي ما على طول اتعودنا مع مستر مارسيل كولر بيبقى في فتره انشطه او يعني زي ما نقول كده احماءات خفيفه يوم المباراه الصبح، دي كانت في تمام العاشره والنصف صباحا ومن بعدها كان الغداء في تمام الواحده. في هذه الاثناء يعني بيتم زي ما نقول كده وضع اللمسات الاخيره على المباراه والمحاضره الفنيه الاخيره ومن بعدها ان شاء الله التحرك لمدينه المحل اللي بتبعد هنا يعني من فندق الاقامه الموجود في محافظه كفر الشيخ الى ملعب المباراه يعني مش اكتر من 30 دقيقه. كابتن ايمن كل الاجواء زي ما قلت لك اكثر من رائعه، بنشكر جماهير كفر الشيخ على استقبالها الرائع والاجواء الرائعه اللي عاملينها للنادي الاهلي هنا وخلال اقامته ومعسكر ليله المباراه في محافظه كفر الشيخ. يعني كل التمنيات للنادي الاهلي ان شاء الله باداء مباراه كبيره تليق باسمه وجماهيره يعني المتعطشه للفوز في كل مكان لحصد العلامه الكامله والوصول باذن الله للنقطه 15 والتربع على صداره الدوري باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي كابتن ايمن ودايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه. الكلمه لحضرتك اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، يمكن طمنا على الاجواء ولكن زي ما قلت لحضراتكم النهارده ماتش صعب. يمكن تابعنا كلنا الانطلاقه القويه ل فرقة غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو اللي هو المدرب اليوناني أو المدير الفني اليوناني أو القبرصي، وشايفين أن نادي غزل المحلة بداية بتاعته السنة دي غير متوقعة، بداية جيدة جدا جدا جدا، لعب 4 ماتشات كسبان 3 ومتعادل مباراة، كسبان 2 بره ملعبه ومتعادل في مباراة بره ملعبه وكسبان جوه ملعبه مباراة، بيقدم مستويات جيدة و زي ما شفنا الفترة اللي فاتت كان عنده مشكلة مع المدير الفني القبرصي ولكن بعد تدخلات جميع المسؤولين فيما عدا الأمم المتحدة وصل تاني الراجل مرة تانية للمحلة وهيكمل مع الفرقة. واحنا على فكرة احنا بنحب الاستقرار لجميع الأندية. هتقولي جميع الأندية؟ اه والله لجميع الأندية، والله لجميع الأندية، لأن احنا النادي الأهلي، لأن استقرار الأندية المصرية في مصلحة الكرة المصرية. أنا عايز استقرار جميع الأندية. بس اللي حصل مبالغ فيه قوي. قوي. قوي قوي وبلاش أتكلم أكتر من كده إني اتكلمت خلاص. إنما الماتش فني مش سهل. لا على النادي الأهلي ولا على فرقة المحلة اللي معظمها لعيبة صغيرة في السن مجتهدة مكافحة. السنة دي بادئين بداية قوية جدا، على فكرة نادي المحلة من ساعة ما طلع من سنتين وكان بقيادة الكابتن خالد عيد بيبدأ بمستويات قوية، لكن السنة دي قوية قوية، يعني بينافس من البداية. لكن السنتين اللي فاتوا بدايته في الدور الأول هي اللي بتخليه يكمل الدور الثاني، الدور الثاني بيقع شوية، النتائج ما بتبقاش في صالحه شوية، فبتخليه يكمل بناء على نتائج الدور الأول، لكن هو السنة دي لا، بادئ بداية قوية، بداية منافسة. بداية فريق بينافس، ماليش دعوة باللي جاي، أنا ليا دعوة باللي احنا فيه دلوقتي. فريق قوي؟ اه فريق قوي. النادي الأهلي فريق قوي؟ طبعا النادي الأهلي فريق قوي. وعايز أقول حاجة للناس اللي هي كانت بتشوه مكسب الأهلي ماتش طلائع الجيش. على فكرة في حاجة أنتوا ناسيينها. الفرق الكبيرة لما بتبقى مش في أفضل حالاتها تعرف تكسب إزاي. وده النادي الأهلي. وده النادي الاهلي. دي ايجابيه من ضمن ايجابيات المباراه اللي فاتت، لان الناس قعدت تطلع سلبيات، كلها سلبيات، الاداء سيء، مش عارف مين كان وحش، مش عارف مين الشناوي كان مسؤول عن ايه، لا اصل النادي الاهلي في الاخر كسب. ولا والغريبه ان هم ايه يقول لك ايه؟ انت ما بتقولش الحق، انت لازم تقول الحق، انت لازم، هو انا لازم اهاجم النادي الاهلي؟ لا ما بهاجمش النادي الاهلي، انما احيانا بنتقد للصالح العام. بننتقد للصالح العام، الاداء ما كانش الافضل. الاداء ما كانش كويس. كلنا اعترفنا بكده، ولكن المهم وانا اللي يهمني السنه دي بالذات
لان دي رد اعتبار لحاجات كتير قوي، وخصوصا اللعيبه في الملعب، وخصوصا اللعيبه اللي في الملعب. دي رد اعتبار، سنه رد الاعتبار. انا عايز مكسب وعايز عروض حلوه، عايز زي عدد جماهير الاهلي، كلنا عايزين احنا بنحب كده، لان ده سمه من سمات النادي الاهلي. انا عايز كده، بس افرض ما جاش اللعب الحلو، لا انا عايز 3 بونت، عايز 3 نقط. التاريخ بعد كده مش هيقول لك ده سنة 2022 2023 لما الأهلي إن شاء الله إن شاء الله ناخد الدوري، لما الأهلي خد الدوري كان وحش أو لعب كل ماتشاته حلو، التاريخ ما بيذكرش كده. التاريخ بيذكر نتائج. هو حد فاكر لما إحنا لعبنا سنة كام وحش خدنا الدوري، ولما لعبنا سنة كام حلو ما خدناش الدوري، ولا المنافس لعب إمتى حلو ولعب وحش؟ لا. التاريخ أرقام. وطول ما النادي الأهلي بيكسب بيصنع التاريخ. وعشان كده في فوارق كبيرة جدا بيننا وبين جميع الأندية، بينه وبين جميع الأندية الفوارق كبيرة بالتاريخ بالأرقام. أنا عايز أكسب، ما لعبتش كويس أكسب، وده المهم. أنا عندي 3 نقاط هما الأهم. هيقول لي بقى أصل اللعب كان وحش، اللعب كان بطيء، اللعب مش، لا يا حبيبي ماشي ماشي، هي المعادلة صعبة. المعادلة ودينا شايفين النهاردة في 3-4 بيغيبوا كمان، ولكن المعادلة صعبة ما بين إنك تجمع بين الأداء الحلو والمكسب. بس نفترض ما فيش أداء حلو، المكسب، ودي سمة الفرق الكبيرة. الفرق الكبيرة في، مش عايز أقول أسوأ حالاتها، لما ما تكونش في أفضل حالاتها بتعرف تكسب إزاي، وده النادي الأهلي، وده النادي الأهلي. إن شاء الله النهارده، إن شاء الله النهارده يكون المكسب في الماتش الصعب ده من نصيب النادي الأهلي، عشان يواصل مسيرة تصدره في الدوري، وعشان يواصل مسيرة النتائج الإيجابية. النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين حتى الآن العلامة كاملة في جميع المباريات. نتمنى الاستمرارية إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. نورنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ نور كابتن ايمن. الله يسلمك يا كابتن، ازيك؟ توفيق ان شاء الله. طيب. الحمد لله. كابتن علاء ميهوب، نورنا يا كابتن. انا بيك ايمن، وكلمه بس سريعه كده، عشان كنت امبارح في اتصال مع كابتن محمود صالح. اول طلب بصراحه يعني ان بس كل يعني كله بيحب كوره، شوفك يا محمود صالح، واكيد جميل النادي الاهلي، وبيطلب بس منهم الدعاء ان هو يطلب، يعني هيبدا النهارده ان شاء الله علاج، فبيطلب دعائكم للاهلاويه ان شاء الله. وكابتن محمود صالح نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. وكان اللي ما عرفش كابتن محمود صالح، لا كابتن محمود صالح ده حاجه قيمه كبيره جدا في النادي طبعًا. الاهلي، وكان طبعًا. حاجه محترمه جدا، ولعيب ممتاز خلقا ولعبا وكل حاجه، فان صحيح. شاء الله بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله رب العالمين. دعواتنا بتمام الشفاء لكابتن محمود صالح، كابتن كبير جدا 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 في صفوف النادي الاهلي، يمكن في ناس كتير ما عشرتوش ولا يعني سمعت عنه، ولكن احد اعمده النادي الاهلي في خط الدفاع، زيه وزي كابتن ماهر همام، زي لعيبه كتير قوي 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 يمكن الاجيال ديت ما تعرفش عنها حاجه. كابتن محمود صالح نتمنى له الشفاء العاجل. كابتن عادل عبد الرحمن منورنا يا كابتن. اه كابتن، اهلا بيك. كابتن احمد بلال، الحمد لله على السلامة. بس انا كابتن، ازيك كابتن؟ منور. سفرية بالظبط. ايه الاخبار؟ ده عمل 3 سفريات في سفرية. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ زي بتاع نسكافيه ده، 3 في 1 كمان. ايوه صح. كابتن شريف طبعا متابع كاس العالم. طبعا. تابعت بقى الماتشات الاخيرة، وخصوصا ان احنا تقريبا تنبؤاتنا طلعت صح بنسبة 99%. تنبؤاتي انا ان شاء الله. تنبؤاتي انا. برضه. بقول لك بنبارك لنفسنا والعالم العربي كله بالاداء المغرب ووصولها لدور الثمانية، وده دايما اللي احنا بنتمناه للكره الافريقيه والكره الاسيويه والكره العربيه كلها وشمال افريقيا، فحاجه تشرف جدا، وبنتمنى لهم الاستمراريه طبعا، ودي حاجه حافز لينا كلنا يعني. فالف مبروك لفريق المغرب، وبنهني رجال المغرب ومنظومه كلها يعني. ولفت نظرك طبعا ياسين بونو. انا لفت نظري بصراحه البرازيل بقى.
اللي يكسبني يعني هو اللي ياخد كاس العالم. ان شاء الله المغرب تكمل يا كابتن. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، انجاز تاريخي لفرقه المغرب. انجاز تاريخي للكره العربيه كلها اكيد، والكره المغربيه خاصه. ويمكن كنت متوقع يمكن متوقع هنا معاك ايمن صحيح، وقبل كده حتى في الدردشه العاديه كنت متوقع ان المغرب هتعدي اسبانيا. الاعتبارات كتير جدا لما شفت فرقتين لا لعب اسبانيا بالنسبه لمنتخب المغرب. لا منتخب المغرب ممكن يسيطر على فرقه زي اسبانيا. أيوه. هو عمل كده امبارح. بس طبعا على فكره اللي حصل امبارح حاجه مش سهله، عشان بس الناس ما تستسهلش الامور. لا لا امبارح المباراه معموله على ادق التفاصيل. طول المباراه امتى ابدا امتى ابداش امتى هاجم امتى تستنى، حتى يعني المباراه كلها بالاكسترا تايم معموله في 35 يارده بتاعه المغرب. بس 35 يارده الوقفه نفسها صح. دي فلسفه كره القدم، انت ازاي ممكن تدافع ممكن تستقبل الدفاع، بس هو الحرفه والذكاء انك تدافع ازاي. مظبوط. يعني احنا دايما بنعاني هنا وكلنا هنا بنتكلم هنا كابتن شريف وعادل وبلال وانا وحتى اسامه عرابي وانت، ان كل ما نقول لك العدد كتير قوي بس أيه. بيعمل ايه العدد ما بيعملش حاجه. لا امبارح درس لكيفيه التعامل مع مباراه 120 دقيقه بنفس الكفاءه بنفس التركيز، ودوس تحت كلمه التركيز دي 100 خط ايمن. صحيح. كره القدم دلوقتي حاجه اسمها روح تركيز، مجموعه لعيبه مهاريين قوي بتعرف تاخد من كل لعيب احسن حاجه عنده. صحيح. وده اللي حصل امبارح. امبارح ما فيش حد قصر، بنتكلم من بدري قوي في المباراه مفيش حد قصر، من اول المدير الفني من اول اعداد المنتخب، عشان شفت الانترو بتاعك الناس كلها بتعمل هدف واحد بس. صح. منتخب هو ده امبارح بلد دي الدروس امبارح اللي اتقال من المباراه. لكن هم امبارح ما شاء الله فريق محترم جدا، يعني نال احترام العالم كله في كره القدم. مفيش امبارح حد طلع بيحب المغرب او بيكرهها قال المغرب سرقت المباراه. استحاله. امبارح المغرب كسبت المباراه عن جدار واستحقاق. حتى الاسبان نفسهم قالوا كده. طبعا طبعا، ما دي ايمن ده قمه الاحترام يا ايمن. اصل كره القدم انت شايف، ما الناس كلها شايفه حاجه في الملعب بتحصل. الناس هو بيلعب على هدف معين وصل له وعارف امكانيات لعيبته، هو عارف ان ياسين لو وصل ضربات جزاء هيقدر يعمل مزبوط. كده وهو طبعا من احسن حراس العالم، والسنه اللي فاتت واخد احسن حارس في الدوري الاسباني كمان وبيلعب في اشبيليه. فطبعا كل التحيه والف الف مبروك لكل العرب في العالم كله، طبعا خاصه للمغاربه والمنتخب المغربي، وان شاء الله دايما كده للاحسن باذن الله. ربنا كابتن عادل، انجاز مستحق للمنتخب المغربي، شرف بيه ورفع بيه يعني راس العرب عليه. هل ممكن يكمل؟ بص يا كابتن، يعني المشكله في المباراه القادمه الاصابات عندهم، ده رقم واحد. عنده سايس ممكن ما يلعبش، عنده اجرات ممكن ما يلعبش، عنده حتى المرابط عنده في ظهره اصابه يعني مؤثره. ولكن سيبك من كل الحاجات دي، يعني المنتخب المغربي المنتخب الوحيد اللي تحس ان هو بنكهه اوروبيه. يعني عكس اللعيبه الافارقه وعكس شمال افريقيا في الوقت الحالي اللي هو مصر وتونس بس احنا كلنا كنا متوقعين وصول لدور الثمانيه. ما هو علشان السمات والصفات بتاعت اللعيبه. كابتن شريف بالذات عشان بيبص يعني السمات والصفات وصول المغرب يعني دور الثمانيه كلنا كنا قايلين ان المغرب هيوصل. يعني سمات وصفات اللاعب المغربي في الوقت الحالي بمواصفات اوروبيه. صحيح. يعني انت بتتكلم على تكتيكس وعي، انت بتتكلم على كم جري فوق يعني فوق العاده، انت بتتكلم على دفاع منظم، انت بتتكلم على سبورت في كل حته في الملعب، انت بتتكلم على لعيبه اقل حاجه العنصر بتاعه العنصر الفني عنده عالي جدا اللي هو المهاري ثم الخططي ثم السرعات بتاعته عاليه. لكن تقدر تقول ان ماتش البرتغال هيبقى اصعب من ماتش اسبانيا. طبعا. ليه؟ لحاجتين. اولا اللي بيعمل نظام دفاع متاخر اللي بينفعه قوي لعب اسبانيا. ليه؟ لان كل ما اسبانيا بتنقل الكوره وبتتاخر كل ما انا بقف كويس وبتمركز كويس وبقف وبظبط نفسي دفاعيا. اول ما تلاقي فرقه البرتغال دمج ما بين الاثنين، البرتغاليين عندهم الجري على قدام اسرع، عندهم اكتر من لاعب يعرف يتخطى واحد ضد واحد. يمكن الاسبان مشكلتهم ان ما عندهمش لعيبه تتخطى واحد ضد واحد، البرتغاليين عندهم اكتر من لعيب في وسط الملعب، الثلاث لعيبه بتوع نص الملعب يقدروا يتخطوا اللعيبه فيبقى في ضرب
حته الـ 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 الحته الدفاعيه سرعه التحول من الدفاع للهجوم برده عندهم عاليه. الحاجه الثانيه المهمه انك انت ان مع البرتغاليين بيلعبوا اللعب الشامل اللي هو ولا انهم بيستحوذوا على الكوره ولا انهم بيهاجموا على طول بشراسه، هم بيعملوا الدمج بس عندهم الفكره القدام. لعب هولندا بتاع زمان. يعني اللعب الشامل اللي هو اللعب القدام، يعني بص تلاقي نقله 2 3 واللعب على قدام التحرك، يعني بيضربوا من حته وتلاقي الناحيه الثانيه شغاله عشان يروح. فدي الصعوبه اللي هيقابلها المغرب، ولكن المغرب عندنا امل فيها في حاجه واحده بس، ان هي تفضل بالتزامها، تفضل بقوتها الدفاعيه، تفضل في الترابط بتاعهم. انت عارف اهم اسباب نجاح المغرب ايه المره دي يا كابتن؟ اوضه اللبس. طول عمر المغرب كان عندهم مشاكل قبل كده في اوضه اللبس، طول عمرهم، لانهم لعيبه سوبر ولعيبه بيلعبوا في انديه في اوروبا قويه جدا. لما والمدرب بيبقى اجنبي، المدرب الاجنبي دائما ملوش الا في الملعب، فما ما بيثقش كويس اللي بيحصل في اوضه اللبس. لا يا وليد الرجراجي منهم وعليهم، زي انت عارف علاقته باللعيبه. وكمان عاوز اقول لك حاجه، قريب منهم في السن، لعب معاهم، لعب مع معظمهم، خلي بالك. يعني هو ما لعبش كتير منتخب وليد الرجراجي، لكن سنه متقارب من بعض اللاعبين، وبعدين حتى مش بعيد عنهم في اللعب، وبعدين مسك في الوداد، وبعد الوداد لما مسك المنتخب الجراءه عندهم. بص من الاخر، يعني المنتخب المغربي خلاك ازاي انك انت حزين على المنتخب المصري، يعني بالظبط. الناس دي بتحب بلدها قوي، الناس دي بتشتغل كويس، الناس دي صحيح. بيتفانوا، هم بلدهم قبليهم، لكن للعكس احنا عندنا احنا الاول وبعدين بلدنا، هي دي المشكله صحيح. الكبيره صحيح. كابتن بلال، كان عندك وقت تشوف الماتشات ولا ما عندكش؟ ده راح حضر ماتش. حضر ماتش. حضرت ماتش هناك كرواتيا ولا اليابان؟ كرواتيا. كرواتيا. انت اللي كسبت كرواتيا. ايه رايك في اللي حصل المغرب ده؟ شوف يا كابتن، الاول كنت متوقعه؟ الحقيقه متوقع. طبعا، يعني فرقه يعني في الجروب ستيج خدت الاول، تمام، فبالتالي عندها الامكانيات ان هي تصعد، عندها الامكانيات تروح حته بعيده، فطبيعي جدا ان يبقى الامل موجود او التوقع موجود، ده وضع طبيعي. لكن اللي حصل ده نتاج تغير كبير في كره القدم في المغرب، مش هكلمك بقى على مستوى المنتخبات، على مستوى الانديه هناك بيقاتلوا في المغرب ينظموا البطولات، يكسبوها، الانديه بتكسب هناك بطوله الدوري ابطال افريقيا، وبياخدوا برضه الكونفدراليه، والنهارده المغرب بتصعد كاس العالم، وبتروح في حته متقدمه جدا. ده واضح ان في منظومه بتشتغل صح. دايما يا كابتن ايمن، احنا دايما، مع احترامي انا اسف لللفظ، بس احنا بنتواكل مش بنتوكل. يعني انت دايما ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، اشتغل كويس قوي هتلاقي النتائج اللي انت اشتغلته. اشتغل لمصلحه مين؟ اكيد المغرب ما طلعش الصبح قالوا احنا هنموت نفسنا فنروح في حته جامده جدا في كاس العالم، ده وضع مش طبيعي، تمام؟ الطبيعي انه اشتغل، فتح فرصه للمحترفين، بقى عندك لعيبه بما فيهم حارس المرمى، واحد من افضل الحراس الموجودين في اوروبا بشكل عام، تمام؟ واحد من افضل باك رايت في العالم في الوقت الحالي، تمام؟ في عندك ثلاثه في نص ملعب لعيبه يعني اداء رائع جدا جدا جدا، لعيبه عندها مهارات، كمان الثقه اللي موجوده عند لعيبه المغرب، الثقه اللي موجوده عند لعيبه المغرب اللي مخلياهم يدخلوا اي مباراه وهم ند للند لاي فرقه قدامهم. صح. النهارده داخلين مباراه اسبانيا، احنا كل الناس بتقول ايه، خلاص اسبانيا يا جماعه اللي قدامها سهل لحد ما تروح الكوارتر فاينل، تمام، او لحد ما تروح مثلا السيمي فاينل، لو كان هيبقى الماتش المباراه ما بينه وما بين البرتغال. فالنهارده لا، كل العالم شايف وحكم على اداء المغرب اثناء المباراه ان هي فرقه مؤهله ان هي تروح لمكان بعيد جدا جدا جدا. صح. وانا ما استبعدش على المغرب ان هي تقدم مباراه قويه جدا قدام البرتغال، ما استبعدش. خد بالك انت قدام مدير فني بيلعب كل ماتش بماتش، وانت لو شفت الماتشات بتاعت الجروب ستيج بتاعته، الماتشات كل مباراه بيغير في التاكتكس. النهارده اسبانيا بيعتمد على اللعب القصير، هو عمل ايه؟ وقفل الملعب خالص ومدي له مساحه يلعب على طرف الملعب، بيعمل الكرات العرضيه عشان عارف ان ما عندوش الامكانيات انه يشتغل عرضيات ويقدر يسجل هدف من الكرات العرضيه. النهارده كم مره راحت اسبانيا عرضيات؟ راحت كتير لكن ما قدرش يسجل، تمام. ممكن قدام البرتغال يبقى الموضوع مختلف، لان البرتغال عندها برضو زي ما الكباتن اتكلموا، عندها لعيبه عندها امكانيات عاليه ومهارات فرديه، تمام، بيقدروا يشتغلوا في القلب، ممكن يقفلوا الملعب بشكل مختلف شويه في الماتش اللي جاي، تمام. البرتغال برضو ممكن تعاني لو لعبوا زي ما لعبوا قدام مثلا اسبانيا كده
يعني في بدايه الشوط الاول انه يقفل بشكل كويس جدا، ما يديش مساحات، يقرب المسافات من بعضها، فما يديش فرصه للعيبه عندها اللي عندها مهاره انها تشتغل. تمام، بس هل هيقدر يحافظ على الكلام ده طول ال 90 دقيقه او ال 120 دقيقه؟ هي هو ده يعني هو ده مربط الفرس زي ما بيقول، او هو ده التحدي زي ما بيقول. هل هيقدر قدام البرتغالي يلعب بالشكل ده، يقفل الملعب بشكل كويس جدا ويعتمد على هجمه مرتده؟ انا بشوف البرتغال دفاعيا ممكن ما تكونش افضل شيء، ممكن يشتغل على هجمه مرتده حلو سريع، ممكن يروح كره عرضيه تمام يشتغل بيها. يعني المباراه اللي فاتت بتاعت سويسرا والبرتغال، لا سويسرا راحت اكتر من مره وقدروا يسجلوا هدف، لكن المهارات والامكانيات والتنظيم عند سويسرا قليل. بس البرتغال بتعرف تجيب جول، بتعرف تكسب، فرقه بتعرف تكسب، عندها حلول، هي فرقه عندها حلول. مزبوط. انت يعني كسبانين اربعه وبيدوروا على الخامس وكمان بيدوروا على السادس، لا فرقه عندها حلول في الحته اللي قدام. لكن سويسرا فاتح الملعب قوي، يعني فرقه سويسرا امبارح بتتفرج على المباراه حاسس ان انت بتلعب جيم مفتوح قدام البرتغال، صعبه جدا على فرقه زي البرتغال، لعيبه عندها امكانيات ومهارات عاليه جدا وعندها سرعات وبيعملوا عمليه التحول بشكل سريع جدا. صحيح. النهارده المغرب لو لعب زي سويسرا لا ممكن يغلب 2-3 مستريح، لكن لو قفل ولعب زي ما لعب مع اسبانيا اعتقد الامور ممكن تتصعب على البرتغال. والفرق الكبيره لما بيعدي الوقت بيتوتروا بزياده. أيوة. يعني انت الشوط الثاني الشوط الاخير كان ممكن المغرب تكسب. أيوة. يعني مضيعين فرصتين سهلين جدا 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 ليه يا كابتن؟ خلاص توتر وعايز يكسب الماتش، مش عايز يروح لركلات الترجيح. فبالنسبه له ان يروح لركلات الترجيح هو بنسبه 20% هو كسبان، 80% خسران. صحيح. تمام، فكذلك هل ممكن يروح مع البرتغال لشوط ثالث وشوط رابع؟ لو قدر يعمل كده اعتقد ان المغرب ممكن تعدي وتعمل انجاز غير مسبوق على الاطلاق في القاره الافريقيه بشكل عام. مش بس خلي بالك هي عملت الانجاز بمدرب وطني اكيد. طبعا مدير فني على فكره الثمان فرق، ما هو بس اوروبا كلها او امريكا الجنوبيه بيبقى المدربين من بلادهم. انا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه برضو كاس العالم، السنغال قدمت ماتش مش وحش قدام انجلترا. تمام، ما يعني ككوره كان في وقت من الاوقات كان السنغال كان ممكن تكسب، بس نتيجه وقت من الاوقات لان عندهم خلل كبير قوي في خط الدفاع، وعنده عنده مشاكل في الهجمه المرتده. عنده مشاكل يعني كبيره جدا في الهجمه المرتده، دي اللي ما كانتش موجوده عند المنتخب المغربي. برضه غياب ساديو ماني مأثر معاه، وضع طبيعي. فالنهارده المغرب عنده الكواليتي، لعيبه محترفه بشكل كبير في انديه كبيره، الثقه موجوده، واضح ان المدير الفني والثقه اللي موجوده. صحيح. مع اللعيبه مخليه اللعيبه واقفه على رجلها في ملعب بشكل كويس جدا جدا، التركيز طول ال 120 دقيقه، وده امر بيبقى في غايه الصعوبه بالنسبه للفرق العربيه بشكل عام. صحيح. مش عايز اقول لك الافريقيه كمان بس العربيه بشكل عام. صحيح. انك انت هل تقدر تحافظ على تركيزك طول ال 120 دقيقه؟ يعني على ما اعتقد ما فيش هجمات خطيره كتير يعني عملتها فرقه اسبانيا. صحيح. يعني اعتقد بالنسبه الشوط الاول في واحده اتلعبت من ناحيه الشمال، بس كانت يا تشط في الزاويه الضيقه، ما كانتش بصعوبه قوي، واخر كره اللي جت في الايه تمام. بس قصادها في واحده بالهيدرز برضو راحت للمغرب وفيها شوطه وانفرادين. يعني صح. المغرب مش بيدافعوا بس عشان برضو الناس ما تفهمش الموضوع، بيدافع وفي وقت من الاوقات بيضغط، وفي وقت من الاوقات بيلعب على هجمه مرتده، وفي وقت من الاوقات بيستحوذ، وفي وقت من الاوقات بيلعب على طرفين الملعب. مدير فني طبعا اكيد مليار في الميه، ولاعيبه بتنافس طبعا. ما خد بالك طبعًا. ما هو ممكن يبقى عندك مدير فني عبقري، بس اللعيبه في الملعب ما بتنافسش، الامكانيات والقدرات بتاعتها ما تسمحش انك تنفذ الشغل ده. صحيح. خاصه ان انت محتاج مجهود بدني عالي جدا جدا جدا. انت بتتكلم في انت بتلعب في 35 يارده تمام ونص ملعبك، وفجاه بتتحول. صحيح. لهجمه مرتده، فبتقطع مسافات كبيره جدا، محتاج لياقه بدنيه، وبترجع مره ثانيه. فالكلام ده محتاج لياقه بدنيه وتنظيم رائع جدا 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 جدا. صحيح. خد بالك، وتبادل في المراكز. يعني كنا بنشوف امبارح في الهجمات اللي على فرقه المغرب، لا حكيمي كان بيدخل يلعب سيرد باك في بعض الاوقات، ويسيب الحته اللي بره للرايت وينج عشان هو يقفل الحته دي، بحيث ان هم يقفلوا على فرقه اسبانيا المساحات ما يقدروش يشتغلوا فيها. فالحقيقه مباراه رائعه جدا جدا لفرقه المغرب، لو اشتغلوا بالشكل ده قدام البرتغال ممكن يعني اتمنى الحقيقه يعني يروح في حته بعيده باذن الله. في نقطه سريعه كده على المغرب يعني بسرعه كده، المغرب الفرقه اللي المدرب الاجنبي وحدوف لما كان موجود كان عامل مشكله مع اكتر من لاعب، منهم حكيم سياش. انت اول مره تشوف حكيم سياش بيدافع دفاع ابطال قوه، ده تحدي من اللعيبه اكتر من لاعب، يمكن اتنين كمان تلاته لعيبه لما مش وحدوف رجعوا للمنتخب. حتى وليد الرجراجي طلع تصريح وقال اي واحد من المغرب ينزل لازم هو يشتغل في منتخب بلده، الخلافات ما بتقضيش لحاجه. عشان كده بقول لك الاجانب دائما مش فاهمين
ايه ازاي الافكار بتاعه البلد دي والفكر اللعيبه والحاجات دي كلها لازم يعني. عشان كده حتى انت كمصر احسن انجازاتك مع المدرب الوطني. حقيقه كابتن صحيح. طيب كابتن شريف، بالنسبه لمباريات دور الثمانيه هولندا والارجنتين، توقعاتك؟ تعادل ووصول هولندا. ومين يكسب بركلات ترجيح؟ هولندا. هولندا. طيب البرازيل وكرواتيا. برازيل هيفي سكور. هيفي سكور 3-1 في دور الثمانيه. 3-1. طيب المغرب والبرتغال. اتمناها مغربيه ولكن البرتغال هيكسب. عايز تقول الرقم ولا 3-1 برضه؟ 3-1. هو انت ضرب على 3-1؟ خليك في حالك. 3-1 انجلترا. انجلترا وفرنسا تعادل وصول انجلترا. وصول انا بكتب لك، خلي بالك. 1-1 وصول انجلترا. طيب ماشي. البوله بتاعته كابتن. انا عارف. والله ايوه صح كابتن علاء. انا فاهم، انا بقول غلط. انا عارف، انا عارف. عامل بوله بره. ايوه بوله بره. التعادل 3-1. عامل بوله بره. على هولندا والارجنتين. خليك في التعادل يا ابني. ارجنتين. ارجنتين للاسف. ليه انت؟ انا هولندي. انا مش بحب الكره الحلوه وفي ميسي. بقول لك ايه علاء، في عرافه قالت لك كل واحد بوصيف بيوصل بعد 12 سنه بياخد كاس العالم، واتحققت في كذا نسخه يعني. لا بجد؟ اه والله يعني 2010 كان الوصيف هولندا. فمعادهم ياخدوا كاس العالم. ما اظنش يا كابتن، بس انا ماشي على العرافه دي. مش هتوديني فين بقى بني. البرازيل وكرواتيا. البرازيل. بمناسبه البرازيل، المدير الفني تشيتشي يمكن هيمشي بعد البطوله دي، ولكن هو ابنه بيلعب كمان في كاس العالم، حد عارفه؟ كوستاريكا. اللي عارفه هياخد هديه. الجون بتاع كوستاريكا. وده كابتن عادل، اتفضل هديه. دي ملبسه دي. اسمه ايه؟ ده لعب في ريال مدريد. ايوه اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ وماش بيلعب فين؟ ناسي وناسي. ايوه قول، مش ناسي اسمه، انما هتقول لي تاريخه. لا اسمه ايه؟ نافاس. نافاس. ايوه كده. ده كان جون ريال مدريد. عايز يهرب. ده كان. طب في لعيب تاني بيلعب وليه برضو والده في البرازيل كان بيلعب في منتخب من المنتخبات، فكروا فيها وبعدين. طيب البرازيل وكرواتيا كابتن. البرازيل. البرازيل. المغرب والبرتغال. البرتغال. البرتغال. انجلترا وفرنسا. فرنسا. فرنسا. طيب كابتن عادل عبد الرحمن. من الاخر فرنسا والبرازيل في الفاينل. لا لا لا، انا عايز توقعات الدور اللي جاي بس. الاستوديو الجاي نبقى نقول التوقعات بعد كده. هولندا والارجنتين. هولندا. هولندا. انت مع الكابتن شريف. طيب برازيل وكرواتيا. برازيل. البرازيل كله ورا البرازيل. مغرب البرتغال. تمنيات وقلب مع المغرب. بتكلم على التوقعات، مش عايز تمنيات. والله لا، برتغال المره دي. البرتغال. وكتر خير المغرب قوي. انجلترا وفرنسا. فرنسا طب، عشان انا قلت لك الفاينل خلاص. الفرق بيني وبينكم. ماشي، الكابتن شريف الوحيد اللي قال انجلترا. كابتن بلال مرشحه. هولندا والارجنتين مرشحه في الفاينل. هولندا والارجنتين بيقول لك انجلترا. انجلترا فرقه حلوه بصراحه. هنجيب لها بلال فرقه احسن من كده. بس عايز اقول لك، امال امتى بقى هيعملوا اي حاجه؟ مش هياخدوا. انا اقول لك على حاجه يا كابتن. والله ما ياخدوا. ماجواير ممكن يخلص على ال. بيلعبوا في حته غريبه كمان. صح، ممكن يخلص على على انجلترا في اي وقت. مظبوط. يمكن يتعور يعني قبل الماتش. بقول لكم يخلص عليهم في اي وقت. انجلترا ثانيه واحده، انجلترا ما لعبتش فريق قوي لحد دلوقتي. لحد الان صح. ضغط عليها دفاعيا كويس، لان دفاعهم في كوارث ورا. كابتن انت خليك انت قبل الجول. سيبني بقى، سيبني يا بلال. ده كفايه ماجواير. ما انا بقول لك، انت عايز حد. انت في امريكا بتاعتك دي اللي هي مسحت. انت عايز حد يمسك ماجواير اساسا عشان تعرف تكسب. انا معتمد على حظ ماجواير. انت عارف يا كابتن، بمناسبه ماجواير دخل عملوا هاك على انستجرام. تمام، انت فاكر؟ عارف انت لما تعمل هاك لحد فبيقولوا ايه السبب يعني؟ فبيقولوا المشجعين الانجليز بيقول لك بيدعي انه بيلعب كره القدم. كره القدم. ايوه صح. فليه يا ربنا هيقف جنبه. طيب كابتن بلال، هولندا والارجنتين. انا ارشح الارجنتين. ارجنتين. هتطلع. برازيل وكرواتيا. البرازيل ارشح البرازيل برضه. ماشي. المغرب والبرتغال. الارجنتين بتلهى. المغرب والبرتغال مش عاجبني. ممكن لا، انا برشح المغرب. ترشح المغرب. ليك. انجلترا وفرنسا. لا فرنسا. 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 طيب عجبته لك بعد الكلام اللي انت قلته علاء على المغرب والتمركز والبتاع. انا قلت المغرب اهو، وقلته كلام كبير قوي يا جماعه. الارجنتين بتلهث والله العظيم. ثلاثه ده ده ماشيه بالزق. الارجنتين من الفرق لما يبقى وان مان شو استحاله راين عليها. فرقه غير عاديه. صحيح. في البطوله دي وبتعلى كابتن. ماشي. يعني بصراحه روح قتاليه غير طبيعيه. طيب نخش بقى على ماتش النهارده. لا بندعي لميسي. ماشي. ده عامل اغنيه كابتن باسم مارادونا وميسي.
شفت الاغنيه؟ بتاعت مارادونا. المهم ماتش النهارده الفريق كله عايز ميسي ياخد كاس العالم. خش بقى على ماتش النهارده. الاغنيه دي من زمان خلي بالك. خش بقى على ماتش النهارده يا كابتن عادل. الفريق كله اللي معاك هو لعيب هو لعيب محترم يا كابتن. نكمل بعد الاستوديو. نخش على ماتش النهارده بقى. طيب لعيب محترم النهارده. ماتش صعب جدا واحتمال كبير زي ما شفنا الماتشين ثلاثه اللي فاتوا يبقى فيه تغييرات. احنا بيبقى لينا بعض الانطباعات مش انتقادات ولكن انطباعات ولينا بعض الاراء ولكن في الاول وفي الاخر هي رؤيه للمدير الفني وهو الادرى بمصلحه فريقه. طيب تشكيل النادي الاهلي النهارده محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر اكرم توفيق ظهير ايمن، علي معلول اللي عايز اشيد بيه ظهير ايسر. علي معلول لما تونس خسرت ورجعوا تاني يوم علي معلول رجع مباشره على مصر على النادي الاهلي على النادي الاهلي رجع على ملعب مختار التتش عكس لعيب تاني برضه. ما علينا خلينا في معلول. معلول ظهير ايسر وقلبي الدفاع محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السليه اليو ديانج، رباعي المقدمه كريم فؤاد احمد عبد القادر برونو سافيو بيرسي تاو. مره تانية الشناوي لحراسه المرمى، اكرم توفيق ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع الثنائي محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السليه اليو ديانج، ورباعي المقدمه كريم فؤاد احمد عبد القادر برونو سافيو وبيرسي تاو. كابتن شريف ماتش صعب وتشكيل يعني ممكن نقول غير متوقع خصوصا في الجزء الامامي. لا مش غير متوقع ولا حاجه يعني. انت عندك اصابه طاهر محمد طاهر بجزع في الرباط الخارجي اكدت وجود احمد عبد القادر. كويس احمد عبد القادر وجوده في المباراه اثر هدف حطه الماتش اللي فات وده يمكن اتحسبت له فممكن يكون اكتسب ثقه واكتسب شكل من الاداء الجديد النهارده اللي احنا ممكن نشوف تمنياتنا كلنا في ادائه وازاي جاري الكوره بسرعه والحاجات دي فالراجل بيراهن عليه تاني. برونو سافيو عنده ادفانس ان هو في الماتش اللي فات كان اكثر هدوءا من اللعيبه كلها وقدر يعمل عرضيه اسيست اسيست كويس و ما نعرفش للاخر هنروح لغايه فين مع ان مجدي قفشه لما نزل الدنيا كلها اتغيرت يعني الدنيا الحياه اتغيرت. كريم فؤاد وهو مقتنع ان هو عايز يغير او عايز يلعب في الحته دي بالذات بلاعب معين هو كريم فؤاد احسن من يمثله في هذا الشكل وراه طبعا اكرم. ولكن كريم فؤاد انا بالنسبه لي في وجود صانع العاب جيد يقدر يوصله كل شويه في الحته اللي احنا عارفينها وان كان هنرجع نقول مجدي قفشه هو صاحب المنطقه دي اللي يقدر يشغل لك الناحيه اليمين والناحيه الشمال ويبقى نمره 8 كمان عند ال 18. بيرستاو دي انه يحطه في المكان ده اكيد في شغل حاصل في التدريبات او في حاجه هو شايفها في الراجل ده انه بيدي كل اللي عنده فوتبولر عنده ارت ورك يعني ارت ورك بالكوره بيقدر يعمل حاجات كتير قوي مش شايفها في محمد شريف ولا شافها لحد دلوقتي في شادي فبيطرح اطروحه ثانيه ان هو يشوف في المكان ده لعيب موجود عنده ويديله مساحه اكتر من الوقت. بقيه اللعيبه بالنسبه لي انا محمد عبد المنعم ده مكانه الطبيعي لو كان عودته من الاصابه والكلام ده فده مكانه الطبيعي وياسر ابراهيم لعب المباراه اللي فاتت شناوي اكرم توفيق وعلي معلول اللي انت اشرت بيه في عودته السريعه انت في امس الحاجه لوجوده طبعا وخاصه في مباراه طبعا. خارج ملعبك افتقدينه وجابها قويه جدا انه بيبقى موجود تفكير تاني شو اتفرجنا عليه في كاس العالم قد ايه عنده من الحرفيه ومن الامكانيات والفرديات ان هو يكون بالنسبه لك ورقه رابحه. الافضل من وجهه نظرك لو علي معلول متواجد حتى لو مجهد بعض الشيء يبتدي ولا يقعد على الدكه؟ انا دايما اللعيب الكويس حتى لو كان زمان احنا متعورين وبنلعب خد منه الماكسيمم بتاعه حاجة. وعندك البدائل كتير يعني بتبقى موجود فبالتوفيق انا شايف ان هو يعني شكل متوازن. انا ما اعرفش فين حمدي فتحي
يعني عنده نزله برد، عنده نزله برد، يبقى خلاص اتحلت. حمدي بره القايمه خالص بالنسبه لي. طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي الاثنين مصابين. أيوة. فده ما عندكش غير كده الاختلاف. الناس هتفكر في شادي ولا محمد شريف ولا بيرستاو. النهارده بنشوف وجه جديد والاثنين موجودين معاك. ممكن يكون هو شايفهم في احلال وقت من الاوقات يقدروا يضيفوا لك اي اضافه. طيب كابتن علاء، من التشكيل اللي على الورق النادي الاهلي هيلعب ازاي؟ 4-2-3-1. مين الواحد؟ ما هو ده بقى هنتكلم فيه. هو دلوقتي انت زي بص يا ايمن، هو في عمود فقر كده موجود انت ما بتغيرش فيه كويس. هو بيعتمد على دي، لكن سيبك من الاربعه اللي ورا والاثنين اللي في النص. كل مشاكلك وكل تغييراتك دلوقتي في الاربعه اللي قدام. كابتن شريف قال ان في اثنين مصابين، اللي هو طاهر مصاب كويس، وحسين الشحات اساسا يعني موجود بس دخل في القايمه حسين كويس الفتره احتياطي كويس. عندك ثلاثة بيلعبوا رقم 9-9، محمد شريف، حسام، وشادي. بيرستاو انت مش مصنفه راس حربة 9 كويس. واضح ان كولر لحد الان مفيش رقم 9 مقنع بيه. هو مفيش حد، وكل الثلاثة دول هو اقنعه ان هو يبقى هو ده رقم واحد، وابدأ يبقى الناس كلها بعديه. زي بالظبط كده ديانج بقى هو اللي اعتمد عليه في نص الملعب وكل التغييرات كلها عليه. هو لحد الان مش لاقي راس حربه 9 يبقى ده رقم واحد. طب ممكن نقول بعد اذنك كابتن، ممكن نقول الاحتياطي؟ اتفضل. ماشي. الاحتياطي النادي الاهلي النهارده علي لطفي حراسه المرمى، رامي ربيعه، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، محمد شريف، شادي حسين، محمد هاني، احمد نبيل كوكا، ومحمد فخري. اتفضل. بس فديانج خلاص بقى هو رقم واحد وكله بيتغير عليه، الا لو عنده اصابه ولا قدره ولا حاجه او موقوف. هو لحد الان مش لاقي 9، فبيجرب النهارده بيرستاو بس مش مكانه. ما هو ده مش مكانه، لكن هل هو اتكلم معاه او اقنعه يبقى هو 9-9، ولا هيسيب حريه الحركه ليه قدام ويبقى ممكن يبقى هو بروني صافي وصافي يطلع لقدام، او ولا هو ممكن يتبادل مع مثلا مع برونو سافيو؟ انا بقول لك برونو سافيو هم الاثنين بس، لكن غير كده هيتبادل مع مين؟ ولا احمد ولا احمد هيخش جوه طبعا، ولا كريم. ولا كريم، بس كريم احيانا بيخش لا ما بيخش جوه، بس بيكون ناحيه ثانيه، لكن بيعتمد عليه لا. فهي دي بس هي دي علامه الاستفهام الوحيده، الا لو هو اتكلم معاه ووظفه في تدريبات خلاه بقى 9-9 راس حرب اساسي، ما يطلعش بره المكان ده، لانك انت لو طلعت بره المكان ده هجوميا هتبقى قليل جدا، مش هيبقى ليك. ممكن ابني طريقتي واللعيبه اللي هتلعب على لعب الفرقه الثانيه او اسلوب وطريقه لعبها، ممكن، بس انت المفروض العكس. يعني المحله اللي يبنى عليك مش انت اللي، يعني المغرب بنى فرقه بنى لعبه على اسلوب اسبانيا. أي. مش العكس. أي. فاهمني؟ فالفرق دايما اللي بتلعب النادي الاهلي هي اللي تبني على النادي الاهلي، مش انا ما ابنيش على حد. أي. دايما الحمد لله طبعا فريق الاقوى والاحسن واللي دايما هو البطل والمصنف انا اللي ببني عليه. يعني انا لما اجي مثلا انا مدير فني المحله ولاعب الاهلي عادل مثلا بالمره، انا هبني خطتي انا على طريقه لعب عادل، مش على طريقه انا خالص. أي. لكن هو مش لاقي راس حربه مقنع، فقال لك اجرب بيرستاو النهارده، جايز يلاقي في الهدف المنشوز زي ما بيقولوا. مع ان احنا كلنا كده في الاستوديو عارفين ان بيرستاو مش راس حربه، راس حربه مش راس حربه صريح. زي ما انا المره الثالثه والعشرة والرابعه انا بالنسبه لي صافيو مش بلاي ميكر، مش 10، صافيو لعيب على الجنب ممكن راس حربه ثانيه كده، لكن لعيب تعتمد عليه كصانع العاب. انا شرحت لك في كلمتين، واحد دايما وشه الملعب وواحد دايما ضهره الملعب، فانت هي دي المشكله. بس حتى كابتن شريف بقى تتكلم على لما بينزل محمد مجدي متمرس في مكانه، عارف امتى بيستلم، عارف دايما بيستلم وشايف الناس كلها. يعني انا بستلم دلوقتي ضهري شايف كل الناس قدامي، عكس ما استلم وضهري للناس، انا مش هلاعب حد، بالعكس الارتداد بتاعي بيقللني حد بواحد في نص الملعب، وعانينا منها المباراه اللي فاتت، عانينا جامد منها في نص الملعب، خصوصا كان نص الملعب محمد يوسف عامل فيه زحمه جامده، فانت نص الملعب بتاخد منك. ودايما بقول لك حاجتين هنا ايمن وكلنا مقتنعين بالكلام ده الحمد لله، لازم بدايه تبقى قويه جدا، لان البدايه كانت سيئه قدام طلائع الجيش سيئه، ودفعت ثمنها غالي، ولازم نص ملعبك يبقى قوي، ما تضيعش نص ملعبك منك وما يتعملش عليك زياده في نص الملعب، واستغلال الفرص. ما هي دي اكيد دي يعني دي رقم واحد، لكن صحيح. هي في انت عندك بدايه تاخد البدايه، مهما كان بتلعب هنا في القاهره في اي حته، لا البدايه تبقى معايا انا، حتى لو مش بدايه جامده جدا بس تبقى معايا.
تاني حاجه نص الملعب ما تاخدش منك، انك تاخد منك نص الملعب هتبقى في معاناه منك دفاعيه وهجوميه، لانك انت بتعتمد على اتنين بس في نص الملعب، ديانج وعمرو السوليه. مساعده برونو سافيو مهمه جدا، كريم، وكريم يمكن بيعملها كويس، عبد القادر على فترات، لكن نزول كريم وعبد القادر اعتقد هيديك افضليه في نص الملعب. السوليه وديانج هيبقى عليهم عيب كبير النهارده جدا، زي ما حصل الماتش اللي طلع الجيش ايمن، احنا في الاستوديو كانش معانا بلال، احنا كل كلامنا ان انت متاخد منك نص الملعب، الكره الثانيه متاخده منك، هم اللي بيلاقوا نفسهم دايما في واحد فاضي في نص الملعب. كره القدم الوقت ما تستحملش واحد فاضي، ما تستحملش واحد فاضي هيعمل عليك مشكله، عشان كده بقول لك لازم نظام النهارده في سرعات غير لا والمحله عندهم سرعات، هم كمان بيلعبوا كمان ملعبهم ضيق فمش هيساعدك في لعبك. اولا روحهم بتبقى عاليه جدا 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 ويحسب لهم، ولازم نتكلم دي كره قدم معاهم مدير فني ممتاز. انا اربع يعني مدير فني، انا مدير فني احسن مدير فني انا مقتنع بيه في الدوري المصري لحد دلوقتي، واخد فرقه غير شكلها تماما، غير مفاهيمها، غير كل، يعني احنا بنتكلم على مدير فني المغرب وعادل كان بيتكلم عليه، لا الراجل ده غير مفهوم لعيبه المحله وما بدلش كتير، لكن هو ده المدير الفني بيعمل بصمه على الفريق. انا بحترم المدير الفني ده، يمسك فريق يغيره، تحس ايه ده، دي مش لعيبه المحله، مش دي عقليه لعيبه المحله، لكن انا بحب كده لعيب محله، او مش فكرهم السنتين اللي فاتوا مثلا، العقليه ايمن انت طول السنين اللي فاتوا المحله بتجاهد واخر ماتشين والناس يعني بتدعي وكده، لا السنه دي العقليه مختلفه تماما. لحد الاسبوع اللي فات هو اول الدوري، مزبوط. انت كسبت تطلع بقى انت الاول، عشان كده مباراه كمان صعوبتها النهارده من كده ان هو قريب منك، هو مش عايز يبعد، واخد انطلاقه ممتازه، عشان كده بقول لك النهارده مباراه صعبه جدا. محله بيقابلك وهو في مركز متقدم، مش زي قبل كده كان بيقابلك وبعيد فبيبقى قلقان منك، ده يزيد الماتش صعوبه طبعا، بيبقى قلقان منك اللي هو لا انا النهارده عايز اخد نقطه من النادي الاهلي فما عنديش مشكله، لا النهارده هيلعبك هو بينه وبين نفسه الند للند، وهيبدا يضغط عليك وهيبدا عايز هيطمع فيك النهارده. فعشان كده بقول لك السر في كل ده بدايه المباراه ان شاء الله النهارده، ازاي تتحكم في كل شبر في الملعب ان شاء الله بانتشارك الجيد. بس صحيح كابتن عادل، رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ طب قبلها بس استاذنك تقول لي الاحتياطي كده. الاحتياطي علي لطفي، ايوه، حارس المرمى رامي ربيعه، ايوه، محمد شريف، ايوه، حسين الشحات، ايوه، محمد مجدي، ايوه، شادي حسين، ايوه، محمد هاني، ايوه، احمد نبيل كوكا، تمام، وفخري. احمد نبيل كوكا وفخري. بتدور انت على الباك ليفت؟ انت بتدور على الباك ليفت. كريم بس هو ممكن، بص ممكن تلاقي الادوات في الملعب، هو زي ما قال الكابتن كريم. ايوه بالظبط، لكن انا في فترة لازم تحط باك ليفت صرف في الوقت أساسي. ده اساسي ليه؟ ان علي معلول جاي من سفر، علي معلول جاي من بطولة اخرى، عشان كده بصيت لي وانا بقول للكابتن شريف تفضل ان هو يبتدي ولا يقعد على الدكة. يعني انت في الوقت الحالي يجب لما ترجع يرجع لك لعيب من منتخب لازم يعني تأمنه كويس بباك ليفت اساسي، يعني عشان ما تعملش واحد اضطراري. وانت عندك باك ليفت يا شيخ، ولكن عندك المفترض انه في، يعني انت عندك اسمه اشرف، محمد اشرف، انا بلعبه على طول، كان عنده، لا انا بقول لك لعب الماتش شد الماتش، لا لا بس انا بلعبه الماتشات كلها، انا بلعبه الماتشات كلها وبعتمد عليه. وبعدين قصدك يكون في بديل اساسي لعلي معلول يبقى ظهير ايسر فعلا؟ لو في مباراه اخرى علي معلول جه قبلها بلعب ماتشين ولا ثلاثه وفي استقرار هنا في مصر، اقدر اقول لك ما كنتش يعني تقدر تبقى مبلوعه، لكن انت هتلاعب فرقه دفاع هتحتاج منها انك انت احيانا في وقت لما ان شاء الله تكسب تدافع كويس، فانت لازم تامن حته الاماكن بالذات الاماكن الدفاعيه، ما ينفعش انك انت تغير طريقه لعب في مباراه مصريه زي كده. ولكن خلينا بس، ده كانت وجهه نظر يعني شفت فيها، لكن التشكيل اللي احنا بنتكلم عليه انا اقدر اقول لك واخد من كلامك كابتن ايمن وكلام الكابتن علاء كمان، الحته اللي بتاعت في عنده ناس خلاص هو وصل معاهم ان دول لازم يبقوا اساسيين. اول واحد مثلا لو جينا للدفاع هتلاقي اكرم توفيق وعبد المنعم وياسر، كان محمود متولي مكانه وكان علي معلول. يعني انت بتتكلم على تشكيل ثابت في الحته الدفاعيه او في نص الملعب، احنا قلنا ان ديانج الاولاني وبعدين السوليه وحمدي فتحي، واحد منهم ايهما اجهز هو اللي بيلعب. الحته الهجوميه بيشتغل مع برونو دلوقتي ولسه ما مرساش على الثلاثه الاخرين،
يمكن عبد القادر اكثرهم استقرارا بيلعب. كريم فؤاد من ادائه المميز لما بينزل بيفيدك، واحيانا انا ما احبش ان انا اخسر احتياطي خوف. ممكن تبقى وحشه للاعب بس كويسه للفرقه وللنادي. انا احب اني اضمن الاحتياط اللي ينزل يغير لي، وكريم فؤاد بينزل يغير لي اكيد. كريم بيطمع انه يلعب اساسي، ولكن احيانا انا ابدا بالاخر واخلي الخيار الورقه الثقيله اللي معايا العب بيها. في فكر تاني يقول لك لا انزل اخلص وبعدين اشتغل، ممكن انزل حد اخر، ولكن احيانا اللي هي الموجه اللي هي موجه الهجوم وموجه الدفاع اللي انت بتعملها كمدرب، التغير التغير التغير، يعني انت الموجه الاولانيه تلعب بيه الناس، طب الموجه الثانيه هي اللي تضمنها، لان الموجه الاولانيه لما بتفشل الموجه الثانيه لو فشلت بتبقى وحشه، لكن انت محتاج ان الموجه الثانيه تبقى الاقوى او الاحتياطي يبقى الاقوى. ولكن انا شايف انه في زي تكيف ما بين اكرم وبين كريم فؤاد، عشان كده الحته دي كمان قوي عندها التزام دفاع قوي قوي. اما الحته الاخرى الناحيه الثانيه العكس تماما، علي معلول وعبد القادر عندهم الحته الهجوميه كويسه قوي، عندهم الحته الدفاع، عشان كده ايه اللي هيحصل؟ واكيد المدرب عامل الترحيل بتاع نص الملعب اللي هو مين ديانج والسوليه، لازم يبقى حد عندهم. وانا يمكن كتير قلت انه انا بحب الباك ليفت السرد باك ناحيه الشمال يبقى بيلعب برجله الشمال، بحب دي قوي لانه حته الميل، يعني انا مثلا ايمن اشرف لما بيلعب في حته سرد باك الشمال انت مش محتاجه انك انت كسرد باك بس، انت بتتكلم على حته الضم بتاعت الباك السرد باك علشان علي معلول يلعب بحريه. لانه علي معلول 90% منه هجومي، 10% دفاعي، انت تاخد منه كده. وخلي بالك هو علي معلول بيعمل كده، يعني علي معلول حته الدفاعيه عنده قليله جدا وهو مش مطالب بيها، فانت لازم تعمل له التعويض فيها. عندك عبد القادر، يعني انا شايف ان لو جبت كريم فؤاد مثلا في اوقات عندي علي معلول هيفيده اكتر من عبد القادر، تخيل، لان علي معلول هينطلق زي ما هو عايز وكريم فؤاد ممكن يعدل له وينزل له، عشان علي معلول لو عمل المشاوير دي هجوميا ودفاعيا بس اكيد المدرب عامل حته التوازن والبالانس ما بين انك انت تبقى مهاجم ازاي قد ايه في الوقت بتاعك والخط بتاعك قد ايه. برونو عبد القادر الاثنين تقدر تقول شكل، يعني يمكن عبد القادر هو اللي عنده سرعات اكتر، برونو عنده المهاره بيعرف يقف على الكره، لكن عبد القادر عنده المشوار او الكسب المساحه الاكتر، عشان كده انا بقول ان برونو يلعب تحت اللي هو الثالث اللي تحت المهاجم، وعبد القادر اللي يلعب ناحيه الشمال عشان حته السرعات، لان لو عندك سرعتين وعندك اثنين لعيبه بيعرفوا يقفوا على الكره، تاو ممكن وتاو عنده برضو بعض السرعات، تاو لو فاق لعيب كويس يعني خفيه حركه يقدر يبقى جيد، لكن لو بيرس تاو خد كتير هيبقى مؤثر جدا مع النادي الاهلي. طيب قبل ما نروح لكابتن بلال ونساله عن تشكيل النادي الاهلي، معانا تشكيل غزل المحله على الورق 4-3-3، لكن هو احيانا في الملعب بيبقى 4-2-2 وساعات 4-4-1-1، لان بيبقى فيه زي ما نقول لا مركزيه بعض الخطوط خصوصا الخط الامامي. محمود الحضري لحراسه المرمى ورباعي خط الظهر، محمد جابر ظهير ايمن، ايهاب سمير ظهير ايسر، ثنائي قلبي الدفاع معاذ الحناوي ومصطفى العش، وثلاثي وسط الملعب احمد النادري، حميد ماو، جابرييل اوروك، وثلاثي المقدمه عبده يحيى، احمد الشيخ، باولن فواضي. نقولها مره ثانيه، محمود الحضري حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد جابر وإيهاب سمير ظهير أيمن وظهير أيسر، وثنائي قلبي الدفاع معاذ الحناوي ومصطفى العش، ثلاثي وسط الملعب أحمد النادري، حميد ماو، جابريل أوروك، وثلاثي المقدمة عبده يحيى، أحمد الشيخ هداف الدوري، وباولون فوافي. عندهمش تغيير خالص في الفريق. فكابتن ده تقريبا تشكيل آخر مباراة ضد الاتحاد السكندري اللي كسبوها 2-0 في اسكندرية. كابتن بلال رايك في تشكيل النادي الاهلي، وبرده يعني الكلام على عدم وجود راس حربه اساسي. شوف يا كابتن، انت هتظل عندك مشكله طول ما انت ما بتعتمدش على لعيب رقم 9 رقم 1.
يعني اللعيب رقم 9 لما يكونش هو بصفات رقم 9 يبقى عندك مشكله. ده كل الفرق اللي في العالم امبارح اسبانيا عندها مشكله عشان الحته دي، كره عرضيه يمين شمال يمين شمال ما فيش حد خلاص الموضوع منتهي. فلازم توجد لعيب رقم 9 في المنطقه دي، توجد لعيب رقم 9 بمواصفات لعيب رقم 9. ممكن المدير الفني بعض الاوقات يبقى مضطر انه يلعب بالطريقه اللي احنا شايفينها دي او بالتشكيل اللي احنا شايفينه ده، لكن في معظم الاوقات او في غالبيه الاوقات لازم يبقى عندي اللعيب اللي بيقدر يسجل، اللعيب اللي بيقدر يبقى محطه في وقت من الاوقات. لان انت ايه المهام اللي بتشتغل عليها كراس حربه رقم 9؟ ما هو الاول لازم يفنط عندنا المهام بتاعتنا عشان نعرف اذا كنا احنا في احتياج لرقم 9 ولا لا. انت فرقه بتلعب عرضيات كتير جدا، تمام، عندك اكرم توفيق بيعمل عرضيات بشكل متواصل، علي معلول بيعمل عرضيات بشكل متواصل، فبالتالي انت محتاج رقم جبهتين، تمام، من اهم المميزات اللي فيهم ان هم بيعملوا عرضيات طول المباراه. فبالتالي انت بتبني خطتك على لعيب رقم 9، مواصفات لعيب رقم 9. النهارده لا بيرسيتاو ولا سافيو ولا كريم فؤاد ولا عبد القادر، الاربعه ما بيعرفوش يلعبوا دماغهم، تمام. فكون ان انت ما تعتمدش على لعيب رقم 9 ده معناه ان انت الطبيعي تحول طريقه لعبك، او تحول مش هنقول طريقه اللعب والفورميشن عشان دي بتبقى ثابته، المهام بتاعه اللعيبه تتغير، طريقه الطريقه الهجوميه اللي بتعتمد عليها تتغير، يعني ما تلعبش من على اطراف الملعب. أيوة. لان انت مش هيبقى ليك باع جيد في نص ملعب، خاصه الاثنين القلب بتوع المحله اثنين طوال. ايوه تمام، العش ومعاذ حلو. تمام، الاثنين طوال وجسم بدنيا واقفين على رجله بشكل كويس جدا 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 يعني، وهم الكرات العرضيه بيجيدوا التعامل فيها. فانت النهارده هتفتقد جزء مهم جدا من الحاجات اللي انت مميز بيها، الا وهي الكرات العرضيه. لعيب رقم 9 في بعض الاوقات لو انت ما استخدمتش الاطراف بيبقى محطه بالنسبه لك، محطه يعني انت بتعتمد كرات الطوليه، الحاجات الدبل باس، الحاجات اللي بتيجي كرات طوليه مش عاليه، الحاجات العاليه كمان، الحاجات اللي فيها هيدر فيها جامب، تمام، بتعتمد عليها رقم 9. فانت النهارده لو ما اشتغلتش مع اطراف الملعب فبالتالي انت عندك القلب هتشتغل من الف، محتاج لعيب برضه يبقى محطه بالنسبه لك. فانت لازم تعتمد على لعيب رقم 9 في الحاله دي. فانت في اي حاله من الاحوال، تمام، الا باستثناء حاله واحده بس ممكن تلعب بالشكل ده، اللي هي انك بتلعب على هجمات مرتده سريعه، وده مش سمة فرقة النادي الاهلي. انا بلعب هجمات مرتدة سريعة مش محتاج لعيب يبقى بالنسبة لي العب بقى، خلاص انا عايز اعمل ايه؟ اعمل واحد اثنين والدايركت اتاك، الكرة الطولية اللي ما بين السنتر باكس او ما بين الباك والسنتر باك دي بشتغل ما بينهم، عندي اثنين ثلاثة صراع قدام بشتغل عليهم عشان يروح بسرعته واحدة ضد واحد يبتدي يعمل عرضية للي جاي من على الجنب. فده الشغل اللي ممكن ما تحتاجش فيه لعيب رقم 9، هو ده الشغل. وكل الفرق اللي بتلعب على الهجمات المرتده السريعه لما تيجي تسال مدير فني يقول لك بص انا عايز لعيب عنده سرعه عنده مهاره، مش مهم الاطول في الحته دي، لان انا فرق ما بهاجمش. أي. انا طريقه الهجوم بتاعتي بعتمد على ان انا بتحول بسرعه من الدفاع للهجوم، فمحتاج لعيب عنده سرعه وفي نفس الوقت عنده مهاره يقدر يشتغل الحته دي. فانت النهارده انت كنادي اهلي الكلام ده ممكن في بعض الاوقات في الماتشات الكبيره المفتوحه انك تشتغل بالطريقه دي. لكن اتفرج على المباراه اللي فاتت مثلا، انت عايز شريف كل كرة بالعرض يروح يسجل هدف، تمام، بتعمل له كرات بينيه ما بينه وما بين المدافعين، راح مره واثنين وثلاثه غير موفق، حالته مش جيده مش افضل حاجه، لكنه كمواصفات ممكن يلعب راس الحربه. لا، بيتحرك داخل ال 18 بشكل قطري جيد، بيتحرك بيعرف يختار التوقيت اللي بيتحرك فيه، ممكن ما يكونش موفق، ممكن تكون اللمسه الاخيره بالنسبه له مش جيده، لكنه كلاعب لعب في الحته دي يقدر يشتغلها كويس. هل بيرسيتاو ممكن يشتغل 9 النهارده بشكل كويس؟ تمام، بيرسيتاو مبدئيا هو جاي من فتره من بعيد، المباراه اللي فاتت ما عجبنيش اداؤه الحقيقه، لكنه كان موجود. ممكن ما يعجبكش اداؤه في اول، يعني كلاعب جه من بعيد، لكن النهارده ممكن اداؤه يتحسن. بس هل هيبقى مفيد داخل ال 18 في النادي الاهلي؟ طب مين اللي هيكمل داخل ال 18 في الكرات العرضيه؟ طب هل هتعتمد على المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه بتاعتك النهارده بالتشكيله دي؟ لو احنا ما نعرفش فرقه الاهلي هنقول ان كولر لا هيعتمد بقى على الدبل باس والسرعات بتاعه اللعيبه والاختراقات والواحد ضد واحد، لو احنا ما نعرفش لعيبه واداء النادي الاهلي. لكن انت فرقه في الغالب هجوميه، يعني فرقه بتهاجم، يعني دايما بتحاول تحط المنافس في نص ملعبه، ودايما بتحاول انك تخلق مساحه من على اطراف الملعب بحيث انك تدي فرصه للباكين بتوعك انه يشتغل. يعني انت عندك شكل ثابت بالظبط. فانت عندك ادائك زي ما كابتن علاء قال حاجه من شويه، قال لك انت
ما بتبنيش على اللي قدامك انت، بتبني واللي قدامك بيشتغل عليك، تمام؟ على رد فعلك، على على خطتك انت، على اسلوبك. هل النهارده ممكن يكون شايف مثلا مستر كولر ان فرقه المحله بيثبتوا اتنين سنتر باك مع الفرود، تمام، المحطه، فهو عايز يلعب واحد متحرك، تمام، يبقى ينزل تحت، يبقى فيه بتعمل سويتشات كتيره جدا، فما يبقاش فيه بوزيشنز في الملعب النهارده ثابته. ممكن يكون بيفكر في كده، يقول لك ان المحله هم ثابتين، فانا محتاج لعيبه تتحرك بالعرض كتير، محتاج لعيبه تغير مع بعضها كتير، مش عايز راس حربه ثابت، مش عايز رايت وينج ثابت، مش عايز ليفت وينج ثابت، عايز تحركات كتيره جدا عشان اقدر اشل افكار لاعبي دفاع غزل المحله. ممكن يكون ده فكر من الافكار. محمد شريف عنده دي يا بلال، عنده محمد شريف من المميزات ان هو مش موفق بقاله شويه يا كابتن. انت قلت كلمه كابتن علاء برضو مهمه جدا، قلت ان هو مش عارف يثبت على فرود، ودي امر صعب جدا بالنسبه لمدير صعب جدا. انت مشكله جوارديولا السنه اللي فاتت ايه؟ انه مش لاقي رقم تسعة صريح، صح؟ تمام، خيسوس ما بيعملش رقم تسعة صريح، خيسوس دايما هتلاقيه ناحيه الشمال شويه، ناحيه اليمين شويه، بينزل والقلب فاضي. النهارده لما عمل الترانسفير وجاب هالاند بقى ما عندوش مشكله في حته التهديف، بالعكس بقى عنده امكانيه التهديف، يعني فرصه من يعني جول من فرصه، تمام، بالظبط. ده عنده ساعات كتير قوي وقت، انا بتمنى يبقى عندنا راس حربه رقم 9 سريع عشان يقدر يترجم الفرص اللي بتتاح لفرقه النادي الاهلي. لكن هو التشكيل متغير فيه ثلاث لعيبه، طبعا متغير فيه محمد اشرف، متغير فيه رامي ربيعه، متغير فيه محمد شريف، ودول ثلاث لعيبه في بوزيشنز مهمين برضو، مش مهمين، لا مهمين. سنتر باك مهم، فرود بالنسبه لك مهم، انت بتغير طريقه لعب على فكره، بتغير افكار بناء على مركز واحد بتغيره. النهارده غيرنا شريف، احنا ممكن نغير افكار فكر الفرقه كلها هجوميا، الفكر كله ممكن يتغير. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، بس انا كنت شايف الفتره اللي فاتت عكس دي، ان احنا كنا متفوقين قبل فنيا بدنيا. مزبوط. يعني بدنيا الفتره ما قبل التوقف، الاهلي كان متفوق بدنيا على كل الفرق اللي بيلعبها. دلوقتي ممكن تحس ان المعدل البدني ما بيننا وبين الفرق قريب شويه، فعشان كده المباراه اللي فاتت، مباراه طلائع الجيش، انت مش حاسس بالفرق البدني على مدار 90 دقيقه. بتهاجم بتروح بفرص، بتشتغل كويس، لكن احنا دايما كنا بنيجي من الدقيقه 70 للدقيقه 90 بتحس ان الفوارق كبيره جدا في الفتره دي، راحه كانت كبيره. هو في سؤال هنا يا كابتن بلال، في سؤال يا كابتن ايمن، انتوا الاثنين فراوده يعني، هو انت كنت ايه؟ لا يعني والنجم اللي جنبك ده ان شاء الله هو كان مكمل غذائي ملك. لا يعني سؤال مهم جدا، هو ليه ما رساش لغايه دلوقتي على راس حرب؟ هو في مصر رقم 9. طب انا اقول لك حاجه، يعني ممكن انا عايز في مصر رقم 9 واحد عاجبكم. طيب لحظة. ممكن نكمل بعد ما نروح نشوف تقرير المباراه ومن بعده الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، محله على الورق بتلعب 4-3-3، ازاي هيقابلها مستر كولر، وخصوصا ان المحله فيهم ميزه السنه دي، بيبتدوا اللعب من ورا. يعني الوضع الطبيعي انك تضغط عليهم من قدام، ولكن من خلال تشكيل النادي الاهلي اعتقد دي بعيده شويه. ازاي هم هيقابلوا مستر كولر؟ بنفس طريقه اللعب، هيلعبوا لعب مفتوح. لا لا لك على حاجه واحده احنا مفتقدينها، حكايه الحاله البدنيه في الماتشات اللي فاتت. انت طول ما حالتك البدنيه بتبقى كويسه وروحك باي حد بتلعب بتكسر الدنيا، وبتتعب بالضغط بقى، بتلعب باي حاجه، بتلعب كوره سليمه. انما هم عشان بيلعبوا على ارضهم يا ايمن، واحنا متمرسين في الحكايه دي. اي فريق بيلعب على ارضه ووسط جماهيره كويس، وخاصه ان هم بيبقوا في الناحيه الثانيه، ناحيه مش بنقول عليهم الاقاليم، لا في الناحيه اللي فيها المنصوره ودمياط والحتت دي، ما متعودين دايما على سرعات معينه ويخشوا ويستغلوا ارضيه الملعب، وان هم من الارض دي وما جماهيرهم وعايزين يبقى لهم وجود، فعلا بيبقى لهم وجود الحقيقه. ولكن احنا بنمتص كل ده في اول 10 دقائق، وبيبقى لنا احنا الوجود الحقيقي جوه الملعب. فانت ما تقلقش خالص من اي حاجه، من ان هم بيلعبوا كويس. طب كويس ان المحله بتلعب كويس، مبروك يا محل، برافو عليكم، ان انتوا قبل كده سنين كتير كانوا بيجوا من الاخر خالص ويحاولوا ان يكون ليهم وجود. الاسماعيلي لما بيلعب كويس بنفرح ان هو لعب كويس، انما لما تيجي تلعبني انا في حسابات اخرى كتير قوي، مع احترامي لاي حد انت عندك بيلعب معاك، سيستم لعبك، كواليتي لعبك، لعبتك نفسها، فردياتها هي اللي بتحط البصمه في الملعب، هي اللي بتحط الكلمه العليا اللي بنتمناها. زي ما عادل قال لك الباك ليفت، علي معلول النهارده لو في حالته وبعرضياته وكلام من ده، كريم فؤاد لو بيقطع وبياخد الكره اللي بيروح عليها وبيعملها بالعرض او بيجيبها جول، انت عندك النهارده فنيات ما تضمنهاش
تضمنها من لعيب الاهلي بس ما تضمنهاش من حد تاني. انت بتتكلم على عبده يحيى، بتتكلم على باولو فيافي، ده لما يكون في حالته قوي 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 بتاع ده هيشتغل 10 دقائق في الماتش كله. جابرييل، احمد جابرييل، الشيخ، حميد ماو، حميد ماو، واحمد الشيخ على واحمد الشيخ ده لاعبنا، وانت عارف انت وحظك على فكره النهارده هداف الدوري. انا بص انت وحظك النهارده هيعمل اسيست كويس ولا هو هيحاول يلعب لنفسه يحمل كل ده مع فرق تانية، انما تلعب مع نادي الاهلي حسابات اخرى يلغي ده كله بايه وعشان ما اطولش بحالتي البدنيه انا وبروحي انا اللي في الملعب وبلعب انا ما يبقاش في اي حد، يبقى رد فعل كله، رد فعل فيه اهتزاز نفسي، في عدم تفكير في بناء هجمه، انت اللي عندك البنى وانت اللي عندك التخطيط وانت عندك الانهاء. فهو ده اللي احنا بنتمنى، احنا بنتخانق كلنا او مش بنتخانق، بنتكلم كلنا في نقطه نمره 9. 9 ده عندك شادي حسين كمان، وفي وقت من الاوقات لو اتاخرت بتنزل بشادي حسين وبرستاو وبكل الناس اللي عندك، عندك ما يواكب المباراه نفسها، ما يواكب انك انت تقدر تطلع وتلعب بثلاثة أربعة ثلاثة كمان. يعني انت لما تلعب معايا فرقه انت اللي عندك حريه التدوير وعندك حريه التغيير وعندك حريه كل حاجه، والناس اللي قاعده بره اؤمن بحسين الشحات وقفشه خدت بالك، واؤمن ان لما محمد شريف بياخد وشادي حسين بينزلوا في 30 دقيقه او بيدوا غير لما بيبتدوا من الاول بيبقى لهم رد فعل تاني. فانا مش قلقان خالص من اي حاجه غير انا بحترم المنافس. المنافس عنده سرعات النهارده بيلعب على ملعبه، مفيش اكتر من كده. لعيبتي وكل الاجهزه هي اللي مطالب منها ان هم اللي يقولوا لهم كلمه في الملعب، اسم النادي الاهلي. يعني عايز اخلص الماتش يقول لك ايه الاهلي القمه فعلا باذن الله يكون لينا ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن علاء، المحله عنده اكتر من ورقه رابحه خصوصا في الجزء الامامي، عنده عبده يحيى، عنده جابرييل اوريك، عنده باولين فوافي، احمد الشيخ، وعنده حميد ماو في نص الملعب، وعنده ميزه السنه دي. فاكر لعب المحله زمان لما كان بيعتمدوا على الاجنحه تقريبا لعب المحله بنسبه 80-90% في الاربع مباريات اللي فاتوا بنفس الاسلوب ده. صحيح ميزه المحله في الست لعيبه اللي قدام، صح، ثلاثه نص ملعب وثلاثه فراوده كويسين جدا، كل واحد فيه ميزه كويسه، هم كتيم كله على بعضه، والراجل عارف يعمل توليفه ممتازه، طريقه اللعب بتاعتهم ما بتتغيرش، ما بيغيرش خالص، بيلعب نفس دايما نفس الافراد، محافظ على الشكل بتاع فرقته، بيعتمد دايما على التمرين من رجل لرجل، نادر لما يلعب كره طويله وبيلعبها، صح، لما يكون عبده يحيى بس بالزبط. لما يكون هجمه مرتده وعايز يستغل عبده يحيى فبيسيب عبده يحيى معلق بينزل احمد الشيخ، فوافي دايما بتلاقيه من ناحيه اليمين. النهارده يعني انا في لعيب مراقبه كده هو محور اداء المحله كلها، حميد ماو من اكتر اللعيبه اللي بتجري وبتسلم وبتستلم ما بيغلطش، واقل بالظبط ما بيغلطش، كنت هقول لك اقل لعيبه بتقابل الاخطاء ما بيغلطش، هو ده المحور اداء كل فريق المحله مع الخماسي اللي حواليه. عشان كده النهارده بدايتك لازم تبقى قوي قوي، ضغط على فريق المحله كويس، ما تديلوش الميزه، الميزه بتاعت المحله بيسلم ويستلم ومصمم عليها بالظبط، يعني المدير الفني بتاعه مصمم عليها ما بيغيرهاش، يعني لازم اضغط عليه من قدام بالظبط، لازم تضغط عليه كويس، يا اما تتم ملعب يا اما تضغط عليه من قدام قوي. زي على فكره نادي الاتحاد عمل معاه كده في فتره من الفترات وكان الاخطاء كثيره جدا 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 من خط الدفاع المحل. كويس فعلا حصل الكلام ده خلاص، يبقى هو اكيد كولر عارف ان مع الضغط في، انا بقول لك هم اقل خط فيهم الخط اللي ورا مهاريا، لكن دفاعيا بيعرف يقف كويس، لو اديته الميزه اللي متفوق فيها الكره عاليه والكلام اللي هو شايفها دي هيبقى متفوق تماما عليك. الميزه الثانيه لازم النهارده برضه تحافظ عليها انت، مش هو الكره الثانيه، هو بيلعب على الكره الثانيه ايمن 80% من لاعب المحله على الكره الثانيه، بيستلم بس لما بيستلمها بيبدا هجمه صح، بيبدا هجمه منظمه، ما بيطلعش كره طويله وخلاص. يعني العقليه بتاع لعيبه المحله تغيرت تماما، عشان كده النهارده كل احترام لفريق المحله. طبعا انت النادي الاهلي باسمك بعراقتك بلعبتك بمديرك الفني تمام، كل ده كويس قوي، لكن انا بحترم المنافس كويس قوي ولازم احترم فريق المحله كويس قوي النهارده، واقول لك ملعب المحله ملعب ضيق، ما ينفعش فيه لعب مفتوح قوي، عايز الملعب الضيق ده يساعدك على حاجه حلوه قوي، ضغط. ما عندكش مشكله تضغط من اول الملعب النهارده، ما عندكش مشكله تضغط وتضغط صح، بس لازم هنرجع عندك العناصر. ما انا بقول لك هنرجع بسرعه كده لماتش المغرب واسبانيا امبارح، اتفرج بعد ال 35 دقيقه 35 يارده بتاع المغرب، شوف الضغط اللي بيحصل، صواريخ بتضغط عليك. ما بص لعبت اسبانيا امبارح اللعيبه ما بيلحقش يلف، هو ده كاس العالم السنه دي، ازاي تضغط من قدام
تضغط كويس قوي، وبعد ما تقطع تبدا تلعب على المساحات الفاضيه. لكن كل احترام للفريق المحلي، هو اكيد محترمك كويس قوي، لك عشان تكسب فريق احرمه من الاجابيات اللي عنده. نادي الاهلي قابل المحله ازاي كابتن عادل، ويبدا الماتش ازاي؟ بالضغط العالي، ولكن بشرط محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم يبقوا في ظهر اللعيبه، بمعنى ان ما تعملش جاب كبير او تعمل تنزل محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم بيبقى بيلعبوا على ال 18 عندنا، وانت بتضغط من قدام وسعت الملعب. لا، انت لازم كل بلوك واحد الضغط يبقى بلوك واحد، بس لازم تعمل حساب للسرعات بتاعت المحله في الحتت الفاضيه. يعني عندك الشناوي يلعب عبرو ويحيى، عندك الشناوي يلعب ليبرو، عندك اللعيبه لا عندك سولاي وديانج دول في نص الملعب، لكن انا عاوز اكلمك على ياسر وعبد المنعم. عندك عبد المنعم عنده سرعات، انا ما يهمنيش، ما بقتش الحته بتاعت انك انت تخاف من السرعات ومن السرعات. لو انت عامل ضغط كويس، هي حته الضغط بتتعمل باوامر من اللي قدام من اللي ورا، بمعنى انك انت شايف انها تبقى اولا حته الضغط بتودي الكوره، انت بتوديها في مكان هتضغط عليها كويس، مش هتطلع الكوره منك. انا مش بتكلم ضغط عشوائي، مش بتكلم طول الوقت انك تبقى ضغط عالي، لا، انت بتخليه ما فيش في العالم دلوقتي الضغط بيبقى عشوائي، انت بتخلي الكره تروح للمكان اللي انت عندك فيها قوه دفاعيه وهو عنده ضعف هجومي. فانت عشان ممكن استاذنك كابتن عادل، معلش ناخد زميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه ونتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. مساء الخير يا محمد. كابتن ايمن، تحت لحضرتك وضيفك الكرام في الاستوديو وكباتن مصر والنادي الاهلي. يعني عايز اقول لحضرتك اجواء اكثر من رائعه هنا في استاد غزه المحله. يمكن جمهور النادي الاهلي يا كابتن ايمن قبل بدايه المباراه باكثر من ساعتين بيهتف يعني اجمل الالحان، وبجد جمهور النادي الاهلي بيرسم صوره اكثر من رائعه. يمكن الماتش على ارض غزه المحله وفي ملعب غزه المحله، ولكن جمهور النادي الاهلي هو الاكثر عددا، العدد او المكان المخصص لجمهور النادي الاهلي والتذاكر بتاعته حجزت بالكامل. يمكن الاجواء اكثر من رائعه، بطلها هو جمهور النادي الاهلي اللي بيضرب اروع الامثله في التشجيع ومسانده فريقه في مباراه مهمه زي مباراه اليوم. كان بقى على صعود ارضيه الملعب او درجه الحراره كلها اجواء اكثر من رائعه. كابتن ايمن، ان شاء الله تنبأ ان احنا ان شاء الله باذن الله هنشوف مباراه كبيره، وباذن الله تكلل بفوز النادي الاهلي والحصول على 3 نقاط في سباق الصداره باذن الله، ويكون الفوز حليف النادي الاهلي. يمكن لاعبي النادي الاهلي ولاعبي غزه المحله دخلوا حالا المباراه في الملابس للاستعداد بقى للمباراه، وده قليله جدا، وهيبدا المباراه باذن الله بكل التوفيق وكل دعوات النادي الاهلي، دعوات جماهير النادي الاهلي بالفوز النهارده وتحقيق 3 نقاط مهمه باذن الله. ان شاء الله يا محمد، شكرا، الف شكر حبيبي. سريعا كده، حته انك انت تضغط، ما بتضغطش عشوائي، انت بتودي الكره المكان، عشان بس انا قلتها يمكن انت خرجت، تودي الكره المكان الضعيف للفرقه والمكان القوي للحته الهجوميه الدفاعيه عندك، دي واحد. اتنين، لازم بعد ما تقطع تعمل ايه، لانه الكره في الوقت الحالي انت لما بتقطع هتهاجم ازاي، ولما بتهاجم هتدافع ازاي. هي دي اللي احنا الدروس اللي شفناها في كاس العالم، وده دي هكذا كره القدم. انت اول ما بتقطع انت بتعمل ايه بعدين، عندك سرعات قدام، اول ما تقطع تكون الفرقه ما عملتش الواجب الدفاعي بتاعتها، بعد ما الكره تتقطع تعمل الباص طويل بيني هتقدر تنفرد. وفي اخر الامر فرقه المحله فرقه الثقه، لو اديتها ثقه هتزيد معاك. لو دوست من البدايه وخلصت الموضوع من البدايه مع اول هجمه، البلان الثاني بتاعهم هيشتغل، مش هيشتغل بالصوره اللي هتبقى زي الاولاني. صحيح. طيب كابتن بلال، السيناريو الشوط الاول من وجهه نظرك؟ شوف، احنا لعبنا المحله في المحله اكتر من مثلا 100 ماتش ولا حاجه. ايوه، 95 مباراه. ايوه، يعني 95 مباراه. يعني هم فرقه طول عمرهم على فكره كابتن مش جديد عليهم، هم عندهم روح عاليه جدا جدا في ملعبهم. صحيح. ملعبهم مختلف تماما عن اي مباراه ثانيه بيلعبوها بره ملعبهم. هم دايما بيحاولوا يكسبوا في ملعبهم، مش من الفرق اللي بتنزل تدافع تلعب جيم مقفول تقف لنص الملعب. لا، مهما كان الخصم، مهما كان الخصم، مهما كان لعبناهم يعني مباريات كتيره جدا جدا. صحيح. جدا، وفي كل المباريات ممكن تكسب هناك. صحيح. بس الماتش بيبقى صعب. صح. مفيش مباراه في المحله بتبقى سهله، كل حتى لو كسبت 2-0 او حتى لو كسبت 3-0 المباريات كلها بتبقى صعبه. هم فرقه من الفرق اللي بتحاول دايما تكسب، بتحاول دايما ان هي تبذل اقصى مجهود عندها، خاصه في المباريات الكبيره. تمام. قدام الاهلي وقدام الزمالك، يعني الموسم ما قبل الماضي اعتقد، او الماضي كسبان الاهلي والزمالك الاثنين في ملعبه قبل الماضي، يعني خد بالك، وبرده مع مدرب غير المدرب، مع فكر غير الفكر. مع مدرب محلي اعتقد الموسم ما قبل الماضي. صحيح. خالد عيد. فالنهارده انت قدام خصم عنيد، عنيد بلغه الـ يعني بلغه الجسد، بلغه العقليه، الفكر. ممكن يكون في ملعب انت افضل منه بكتير، اللعيبه اللي عندك افضل منه مهاريا بكتير، بس كره القدم النهارده في الملاعب اللي زي دي
ملعب المحله بره ملعبك في في في, في اسلوب في قصدي في, في مساحه الملعب وحجمه ملعب صغير ضيق تمام يسمح لهم ان هم يعملوا كل اللي هم عايزينه في المباراه صح. يرتدوا ويلعبوا على هجمه مرتده سريعه ويهاجموا ويرجع يدافع تاني ويبقى عنده قوه وبيلعب 90 دقيقه يعني ما بتمرش عليه غير مره واحده في الموسم هي مباراه النادي الاهلي صح. هي مباراه واحده عندهم فقط ميزه بتلعب. كمان بيستغلوها كويس قوي حته الاجنحه والتكمله العكسيه هم برضو طول عمرهم كده ما انا بقول لك هم رجعوا دايما عندهم باكات ليفت وباكات رايت والتكمله العكسيه طبعا. كمان طبعا هايلين جدا 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 صحيح. احنا واحد من الدوريات اللي خسرناها كانت بكره عكسيه اتلعبت جت جول في النادي الاهلي فالنهارده قدام برضو كمان اضيف عليهم انك انت النهارده قدام مدرب محترف مدرب كويس أيوة. بيفكر كويس بيعرف يلعب بره ملعبه كويس بيعرف يلعب جوه ملعبه كويس فالنهارده زي ما قالوا الكباتن واجمعوا انك عشان تكسب فرقه زي المحله لازم تضغط عليها بشكل مستمر طول الشوط الاول يعني انت دايما في الشوط الاول بتلعب في 45 ياردة بتضغط بتحاول تستحوذ بتحاول ان انت تقطع كره في نص ملعبهم ما تديش فرصه انك انت يعني تعمل الملعب ستريتش هتلاقيهم عندهم روح قتاليه عاليه هتلاقيهم عندهم سرعه لعيبه كويسه عندها مهاره عايزين يكسبوا السبيريت ممكن تكون اعلى منك النهارده على فكره كابتن ايمن وممكن يكون روح القتاليه اعلى منك النهارده بكتير تمام الملعب ممكن يساعدهم في بعض الاوقات صحيح. تمام انت الملعب مش هيساعدك في اوقات كتير جدا من الماتش هيقرب الفوارق بين الفريقين طبعا بشكل طبعًا. كبير جدا جدا مزبوط. جدا جدا النهارده مش هنخاف يعني مش هنخاف من السرعات لان عبد المنعم عنده سرعه مع عبده يحيى يقدر يتعامل بشكل كويس في الحته دي لكن انت عشان تكسب ماتش النهارده لازم تستغل فرص لازم يبقى في تحرك رائع جدا جدا في الحته اللي قدام لازم تصوب على المرمى بشكل كويس ودي حته برده هم مميزين فيها صحيح توفيق كل النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول انتظرونا